صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. للاسف نهاوند مش موجوده معانا النهارده في حلقه يعني هتكون دسمه حبتين، واكيد هنتكلم فيها مع حضراتكم في كتير جدا من التفاصيل المتعلقه بماتش النهارده. واحنا النهارده خلاص بتفصلنا ساعات على لقاء مهم جدا 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 وصعب جدا لاعتبارات كتير، بنقول صعب جدا كده كده. احنا في كل الاحوال بنتكلم على فريق برضو مش هين، ماميلودي سان داونز فريق هو الاخر فريق ثقيل افريقيا، ولو خدنا في الاعتبار ان احنا اللي صعبنا المهمه والماموريه على نفسنا فدي ممكن تهون علينا شويه وتخلينا نركز اكتر في اللي جاي، ونركز في ان احنا زي ما كنت بقول لحضراتكم في حلقتنا امبارح ان احنا في ماتش النهارده نشوف اللي ما شفناهوش في الماتش اللي فات وما نشوفش اللي شفناه في الماتش اللي فات. في شويه تفاصيل اكيد من شانها ان هي تزود من القوه الضاربه لفريق النادي الاهلي، ولا سيما طبعا عوده بعض الاسماء اللي غابت عننا في لقاء الذهاب امام سان داونز، منهم طبعا امام عاشور، منهم كهربا، منهم حسين الشحات، واللي كترت حواليهم التكهنات في الفترة الأخيرة والاستنتاجات اللي كانت مقترنة بفكرة ان هم مش موجودين في الماتش اللي فات. تباينت الآراء وتراوحت بين الإكستريم اليمين والإكستريم الشمال، لكن في نهاية المطاف حتى في النص كان في مساحة كافية لوجود ناس بتفكر من زاوية ان الماتش اللي فات ده احنا كنا قاصدين، او مستر كولر بطبيعة الحال تحديدا هو كان قاصد ان هو يلعب بأداء دفاعي نسبيا، فبالتالي الأسماء دي ما كانتش هتفيده في خطته وفكرة ان هو يديهم فرصة للراحة، وخصوصا ان في 3 ايام بس بتفصل ما بين الماتشين، فهو محتاجهم جدا كقوة ضاربة في ماتش العودة ايا كانت الكواليس ايه وايا كانت الظروف وايا كانت الخلفيات اللي ورا هذا الامر. لكن بنتمنى ان احنا النهاردة ان شاء الله نشوف السكواد بتاعنا كامل متكامل، والاهم من كده يكون متحلي بروح الفانيلا الحمراء، الروح اللي دايما بتكون حاضره في المواقف العصيبه والمواقف الصعبه، عشان هي صعبه لوحدها خلقه او عشان احنا اللي صعبناها على نفسنا. في كل الاحوال روح الفانيلا الحمراء لما بتكون حاضره وبترفرف كده فوق رؤوس اللاعبين، لا بتعمل شغل نار. مش محتاج اكلم حضراتكم على الدور الكلاسيكي التقليدي والاهميه المعتاده لوجود حضراتكم في المدرجات. النهارده ان شاء الله الاستاد يعني تم السماح بوجود 50,000 مشجع في لقاء اليوم بعد طبعا استجابه كل الجهات المعنيه، فان شاء الله ال 50,000 اهلاوي اللي هيكونوا موجودين النهارده في المدرجات كالعاده هيبقى لهم مفعول السحر، وكالعاده هيكونوا هم اللاعب رقم واحد. هنتكلم في حلقه النهارده عن تفاصيل كتير جدا الحقيقه متعلقه بماتش النهارده، لن تخلو من الرجوع في بعض الاحيان للماتش اللي فات رغبة منا في اتخاذ عبرة ما أو عظة ما، أو إن احنا نلقي الضوء على درس المفروض يكون مستفاد نتيجة واقعة معينة ممكن نستشهد بيها أو نرجع لها في بعض يعني الأحيان في حلقتنا النهاردة. الساعة الثانية من الحلقة هتكون معانا فيها كالعادة فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن تفاصيل آخر فعاليات وبطولات الشطرنج محليا وقاريا مع ضيفنا اللي هينورنا الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد. الفقرة الثانية إن شاء الله هيكون فيها حديث مطول عن مباراة الأهلي وسان داونز النهارده مع الناقد الرياضي الأستاذ عبد الحكيم أبو علم اللي بنسعد وبنتشرف بوجوده معانا في 10 الصبح في الأهلي. عفوا. خلونا نبتدي الكلام بطبيعة الحال بالحدث الأهم، ماتش النهارده مواجهة سان داونز في إياب الدور نصف النهائي من دوري السوبر الإفريقي. عفوا، بعد خسارة طبعا المواجهة الأولى في بريتوريا بهدف دون رد. أصبح النادي الأهلي مطالب النهاردة ومفيش بقى مساحة للاختلاف في وجهات النظر حول هذه النقطة، ماتش النهاردة لا يقبل القسمة على اتنين ولا في مساحة لكذا ولا لكذا، ماتش ملوش حل غير إن احنا نفوز بيه. لعيبة النادي الأهلي النهاردة وجهازه الفني مطالبين بشدة بالتعويض وبالفوز في لقاء العودة بثنائية نظيفة على الأقل من أجل التأهل للمباراة النهائية. اولا هنتكلم في اكتر من موقف حصلوا مع النادي الاهلي قبل كده، وكان نجوم الفريق حاضرين بقوه، وكانت روح الفانيلا الحمراء اللي بكلمكم عنها من شويه كانت حاضره بقوه، وكان دور حضراتكم كجماهير مؤازره ومؤيده وداعمه كان حاضر بقوه في مساله الريمونتادا ورد الاعتبار سنه 2006 لو تفتكروا، وتحديدا في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا لعبنا مع صفاقسي في استاد القاهره ماتش الذهاب وتعادلنا بهدف لكل فريق. كان علينا ان احنا نعوض في ماتش العوده في تونس في ملعبهم وفي وسط جماهيرهم، ولازم كنا نكسب عشان ناخد البطوله، وبالفعل رجعنا فعلا بمكسب غالي جدا بهدف دون رد، وتوجنا للمره الثانيه على التوالي وقتها بلقب دوري ابطال افريقيا. ادي مره
مرة كمان في نهائي دوري الأبطال نسخة 2012، كنا بنلعب الترجي التونسي، لعبنا ماتش الذهاب في ملعب الجيش في برج العرب عندنا، وتعادلنا وقتها في الثواني الأخيرة بهدف سجله سيد حمدي بعد ما كنا متأخرين بهدف دون رد، ونجحنا في العودة، ماتش العودة، ان احنا نرجع بمكسب غالي جدا بهدفين مقابل هدف سجلهم وقتها محمد ناجي جدو ووليد سليمان عشان نفوز بدوري أبطال إفريقيا وقتها للمرة السابعة في تاريخ النادي الأهلي. طبعا يعني مواقف النادي الأهلي الصعبة اللي حسمها كتير، والتاريخ شاهد جدا على هذا الأمر. آخر حاجة ممكن أحب أفكر حضراتكم بيها مع سان داونز ذات نفسه بعد خسارة مباراة 2019 لو تفتكروا الشهيرة، وخروجنا من البطولة، لعبنا معاهم بعدها نسخة 2020 وكسبنا في القاهرة بهدفين، ثم تعادلنا في بريتوريا بنتيجة 1-1، وقتها تأهلنا للدور نصف النهائي، وبالمناسبة كسبنا البطولة وقتها. والنهاردة أتمنى أن نفس السيناريو يكرر نفسه، وأن التاريخ يعيد نفسه، وما عندناش ذرة ثقة في أن يعني ما عندناش ذرة شك في أن احنا واثقين في كل لاعبتنا، وأن هم على قدر المسؤولية وقادرين تماما على حسم التأهل للنهائي بإذن الله. لأنه الحقيقة من الطبيعي النهاردة أن احنا كلنا نشوف ردة فعل قوية يعني من جانب الجيل الحالي من لعيبة النادي الأهلي، لأن هم نفسهم بالمناسبة صنعوا ده قبل كده وأكتر من مرة، وأقربها الموسم اللي فات اللي كسبنا فيه تقريبا كل البطولات اللي النادي الأهلي شارك فيها، الدوري والكاس والسوبر ودوري الأبطال، يعني قفلنا العداد زي ما بيقولوا، أو قفلنا اللعبة وقتها، وكنا عند حسن ظن جمهورنا، مفيش مساحة لأن أي حاجة تتغير المرة دي. فالنهاردة إن شاء الله برضو يعني مطلوب من البداية، ومن البداية بمعنى من البداية، إظهار ردة فعل تتماشى مع اسم النادي الأهلي ومع قوة النادي الأهلي ومع تاريخ النادي الأهلي أمام الجميع، وقبل الجميع بيني وبينكم أمام أنفسنا، يعني قدام نفسنا. اللعيبة دي لازم تثبت نفسها لنفسها قبل ما تكون بتثبت أي حاجة أو بتسجل أي موقف لأي طرف حتى لو كان الجمهور. هم محتاجين يعملوا ده عشان نفسهم، ولازم نوقف المنافس ونوقف خطورته المنافس من بدري، لازم نكون إيجابيين على مرمى الخصم، لازم نسجل من أنصاف الفرص في حين يعني في حال وجودها، مش من الفرص، من أنصاف الفرص، مش نهدر الفرص. طبعا يعني لازم نستغل تواجد الجماهير الكبير اللي هيكون في مدرجات استاد القاهرة النهاردة، لازم نستحضر روح الفانيلا الحمراء في المواقف اللي زي دي. انت مش قليل عشان تكون فرصك اقل من غيرك في البطولة، انت اصلا صاحب التصنيف الاول في افريقيا يعني، واكتر فريق مرشح للفوز باي بطولة بيشارك فيها بمجرد يعني الإعلان عن مشاركته فيها. فما ينفعش نشوف ما لا يتماشى مع كل هذه الحقائق. امبارح كولر كان ليه تصريحات مهمة جدا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال إنه سعيد جدا لأن ماتش النهاردة هيشهد السماح بحضور الساعة الكاملة في الاستاد من قبل الجمهور اللي احنا عارفين كويس جدا مدى أهميته، هو جمهور عظيم قادر على تحريك الصخر، ووجوده بيمنحنا الدوافع اللازمة لتحقيق الهدف المنشود. ماتش النهارده يعني هتكون مباراه النهارده يعني هتكون خططيه في المقام الاول، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز ومواصله المشوار في هذه البطوله. وبالمناسبه برضو عايزين نرد على تصريحات مدرب سان داونز الغريبه نسبيا، لما بيقول ان الاهلي بيشتكي من التحكيم وبيشتكي من توقيت لعب المباراه وحاجات زي كده، يعني عجيب لاسباب كتير. يعني وانت مش عايز بعد ما يعني لا يتم احتساب ضربة جزاء صحيحة جدا يشوفها القاسي والداني يعني مليون في المية صحيحة ما نتكلمش. وبعدين ما هو الأهلي من ناحية تانية لازم يحافظ على حقوقه، وعشان كده هو يعني بطل أفريقيا ب 11 لقب دوري أبطال، غير طبعا باقي البطولات. يعني التفوق ده والتفرد ده والسيطرة والهيمنة دول مش جايين من فراغ، مش يعني مش هيش حاجة وليدة اللحظة. زائد ان في ناس برضو بتشوف ان يعني ان هو كانوا بيتبع اسلوب الحرب النفسيه انجاز التعبير، فدي برضو نقطه لازم تتخذ في الاعتبار. كمان تصريحات كابتن محمد الشناوي كانت في منتهى الاهميه، واكد من خلالها على ان هناك حاله من التركيز الشديد من قبل كل اللاعبين، وان هدف الكل هو التاهل للنهائي وبطبيعه الحال الفوز بالبطوله، وقال ان الاهلي بيمتلك خبرات كبيره جدا خصوصا في المواجهات الصعبه، واكد على ان كل اللعيبه عندهم تجارب سابقة نجحوا من خلالها في تخطي صعاب مشابهة وبالتالي تحقيق بطولات كتيرة. تعالوا نروح ونتابع تصريحات كولر ومحمد الشناوي ونرجع نكمل الكلام. تفضل.
dass er runtersticht und dass er das Tor schießt. Und ja, das ist unsere Aufgabe morgen, die wir bewältigen müssen. Wir sind 1-0 im Rückstand. Wir müssen mindestens ein Tor erzielen, damit es wieder Gleichstand ist. Und das wollen wir morgen erreichen. في البداية أنا سعيد جدا إن شاء الله الاستاد بكرة هيبقى مليان على آخره، إن إحنا عندنا الساعة كاملة للاستاد. إحنا محتاجين جمهور النادي الأهلي جدا، إحنا عارفين جمهورنا عامل إزاي، جمهور بتجري في عروقه الدماء حارة، بيعرف يولع الملعب إزاي، بيقدر إن هو يدعمنا إزاي، جمهور يحرك الصخر. فإحنا سعداء جدا بوجود الجمهور بكرة، وعارفين أهمية وجود الجمهور بكرة معانا، فده عنصر مهم جدا لازم إن أنا أقوله في الأول، إن دي أهم حاجة إحنا محتاجينها بكرة. الحاجة التانية، احنا هنستمد بكرة ماتش هيبقى ماتش تكتيكي جدا، لكن انا هستمد لعبنا بكرة من شعارنا، من شعار النادي الاهلي، شعار النسر. النسر اللي لازم يكون عنده رؤية، عنده هدوء، عنده ذكاء، بيصبر اللحظة المناسبة عشان ينزل يصطاد فريسته مرة واحدة ويضرب ضربته مرة واحدة اول ما الوقت المناسب يسنح، زي ما احنا هنعمل بكرة ان شاء الله. بس احنا ان شاء الله نجيب جون، لازم ان احنا بكره ان شاء الله نلعب بذكاء، لكن لازم ان احنا نجيب ان شاء الله جون، احنا متاخرين في النتيجه، وبعد ما نجيب الجون الاولاني ان شاء الله نقدر ان احنا نفكر في اللي بعد كده. بس ان شاء الله ده هيكون هدفنا، ان احنا نكون زي شعارنا، زي النسر اللي على شعار النادي الاهلي. Nicht jetzt mitkommt und vielleicht wieder einen Schlag bekommt, sondern dass er wirklich sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt kann ich trainieren. Ich habe eigentlich sehr gute Rückmeldungen von meinem Co-Trainer. Also er ist einsetzbar, es ist weg und wir können mit ihm hoffen, dass er morgen mit dabei ist. مفيش أي خلافات خالص بيني وبين إمام، بالعكس علاقتنا كويسة جدا. كل ده كلام ملوش أي أساس من الصحة، الموضوع كله بمنتهى البساطة إن هو بعد الماتش الأخير لينا في الدوري تحرض لإصابة قوية واضطرينا نغيره في الماتش، وبالتالي كل الناس شافت اللقطة على الهواء وإزاي كانت مؤلمة بالنسبة له. قعد هو يقرص على نفسه ويحاول إنه يتمرن رغم الألم ده، بس كان باين إن هو مش قادر، وكان أحيانا كتير مش قادر يكمل التمرين أو ما بيتمرنش بالشكل اللي أنا أحبه. فأنا قعدت معاه قبل ما نسافر جنوب أفريقيا وكلمنا مع بعض، وقلت له إن أنا شايف واتفقنا مع بعض إن الأحسن لي إنه ما يجيش معانا عشان خاطر يتأهل بشكل 100% عشان الألم يروح خالص، لأنه بقى بيتمرن بألم، وأنا ما كنتش عايز إن هو يلعب وعنده الألم ده. فكان الفكرة إن هو يريح عشان ما يجيش معانا جنوب أفريقيا، فما ياخدش التأهيل الكويس، وفي نفس الوقت كمان ممكن يتعرض لأي إصابة تانية أو كده. فقلت إن هو يتأهل كويس، يروح الألم منه خالص عشان يقدر يكون جاهز. إمام شارك في التمرينات هنا مع المدرب المساعد بتاعي المسؤول عن تأهيل المستبعدين، واتمرن كويس جدا اليوم اللي فاتت، وجالي تقرير منه انه اتمرن بشكل كويس قوي اليوم اللي فاتت. فان شاء الله إمام هيكون جاهز، وهنشوفه النهارده في التمرين، وباذن الله يبقى قادر على ان هو يبقى موجود بكره او يبقى معانا. مفيش اي مشاكل خالص غير كده يعني. دلوقتي طبعا زي ما الكوتش قال الكلام اللي قاله بالظبط، احنا خلاص ما عادش في وقت للكلام دلوقتي، احنا عندنا مباراه بكره مهمه جدا. الشوط الاولاني خلص واحنا عارفين المباراه صعبه جدا، بس ان شاء الله بكره ان شاء الله زي ما الكوتش قال الجمهور بتاعنا موجود بكره والدعم لينا في المباراه، وان شاء الله نرجع منصورين ونصعد ان شاء الله للنهائي. اكيد طبعا اللعيبه متعوده على الضغط ده، والفتره اللي فاتت احنا بقالنا فتره كبيره نلعب في البطولات، عندنا بطولات كتير، واللعيبه متعوده على الضغط ده والوقت الصعب اللي احنا فيه، يعني هي متعوده على الضغوط دي. وطبعا احنا بنلعب في وسط جمهورنا وبنلعب في ملعبنا، دي بالنسبه لنا قوه كبيره جدا. اكيد طبعا خلاص يعني ما احنا دلوقتي مفيش وقت للكلام خالص، احنا دلوقتي عندنا النهارده تمرين، نركز في التمرين والمباراه بكره، ومركز بس عندنا هو هدف واحد بس اللي احنا نصعد للنهائي بس. استاذ الجماهير خلاص الكوتش قالها، ان احنا مبسوطين جدا ان اللي هم موجودين بكره، يعني الملعب كله يعني متقفل بكره ان شاء الله، وهيدينا قوه كبيره جدا في الملعب، وبيدينا ثقه جدا للعيبه. طبعا هم في ظهرنا على طول، واحنا دايما بنحب نلعب، واحنا اصلا في الاول وفي الاخر بنلعب عشان نفرح الجمهور. طيب احنا اكيد هنرجع نكمل الكلام فيما يتعلق بماتش النهارده ان شاء الله، ولكن في مرحله لاحقه من حلقتنا النهارده، لان عندنا شويه ملفات تانية وشويه اخبار عايزين نعرفها لكل حضراتكم، منها خبر متعلق باتحاد الملاكمه. اتحاد الملاكمه اعلن عن بدء دخول اللاعبين المؤهلين لاولمبياد باريس 2024 الى معسكر مغلق
شهر ديسمبر المقبل إن شاء الله، وبالمناسبة هيكون في روسيا، ده طبعا بعد الحصول على موافقة رئيس الاتحاد الدولي لهذه اللعبة استعدادا للدورة الأولمبية. هيضم المعسكر ثنائي الرجال عبد الرحمن عرابي وعمر العوضي، وفي السيدات هتكون موجودة اللاعبة المؤهلة للأولمبياد يمنى عياد، بجانب طبعا ان الجمعيه العموميه لاتحاد الملاكمه اعتمدت ميزانيه الاتحاد بحضور مندوبي الهيئات اللي ليها حق حضور العموميه مؤخرا، واكتمل النصاب القانوني للجمعيه العموميه لاتحاد الملاكمه بحضور 22 هيئه من اجمالي 28 لها حق حضور الجمعيه او العموميه لمناقشه الميزانيه وايضا مناقشه الحساب الختامي. عموما خلونا نعرف يعني شويه تفاصيل اكتر عن هذا الملف من كابتن عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمه اللي منورنا على التليفون. يا كابتن صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الكابتن كريم، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، اخباركم انتوا ايه؟ كله تمام ان شاء الله؟ كله تمام، والنهارده ان شاء الله تمام، اهم حاجه النهارده تمام. النهارده عايزين يا مسهل الحال، يا مسهل دعوات حضرتك معانا يا فندم. ده احنا النهارده يعني احنا قاعدين قدام الشاشات من دلوقتي وفي الملعب من دلوقتي، وان شاء الله يوم جميل على النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله ربنا يعني يفرحنا كلنا النهارده ان شاء الله. عايزين نعرف بقى من حضرتك تفاصيل المعسكر اللي هيقام في روسيا ان شاء الله استعدادا للدوره الاولمبيه القادمه. والله اقول لحضرتك، انت حضرتك قلت في المقدمه حاجه جميله قوي، كان رئيس الاتحاد الدولي هو صديق عزيز طبعا، كان موجود في مصر هنا الاسبوع اللي فات واتقابلنا معاه، وطلب يعني او هو عرض ان ممكن يقدم اي خدمات لوجستيه للفريق الوطني، فانا طلبت منه ان احنا نعمل معسكر في موسكو في شهر ديسمبر، وانا لسه من قبل ثلاث دقائق كنا عاملين تواصل مع المكتب بتاعه علشان نبعت الاسماء ونحصل على التاشيرات. والراجل يعني ابدا استعداد تام لاستقبال اللاعبين المؤهلين، الثلاث لاعبين اللي سيادتك قلت عليهم عرابي والعوضي ويمنى، عشان ان شاء الله نعمل لهم استعداد قوي جدا هيبتدي من شهر ديسمبر، ودلوقتي ان شاء الله من يوم السبت. هو بالمناسبه كابتن، هذا الثلاثي هو فقط اللي تم يعني تاهيله او تاهله للمشاركه في الدوره الاولمبيه، ولا في مساحه لوجود المزيد من الاسماء في الفتره اللي جايه؟ الفتره دي بقى ادينا كلام فيها يا كابتن كريم، الفتره دي لان حضرتك احنا لما رحنا نلعب في بطوله الدوره التاهيليه في السنغال اشترك فيها 42 دوله 260 ملاكم بالنسبه للرجال، انا بتكلم دلوقتي على بطوله الرجال 42 دوله 260 ملاكم، كان مطلوب منهم كام يا استاذ كريم؟ سبع لاعبين فقط تاهلوا للالعاب الاولمبيه، فمصر خدت اثنين من السبعه دول، شفت المدى الصعوبه يعني. طبعا كان انجاز كبير جدا ان مصر حصل على اثنين من السبع لاعبين اللي المفروض يتأهلوا من قاره افريقيا كلها، خدنا منهم اثنين، واليمنى الحمد لله عملت انجاز كويس ان اول ملاكمه مصريه تصل الى دوره الالعاب الاولمبيه. فطبعا احنا بنعتمد على الله، والثلاث دول يعني ده مش عدد، مش رقم، مش قليل، ده رقم كبير جدا لما انت تاخد اثنين من سبعه، افريقيا كلها تشارك في الاولمبياد بسبعه، مصر خدت منهم اثنين، فاعتقد ده يعني نسبة معقولة جدا. طيب إلى جانب الأولمبياد باريس 2024، إيه تاني من البطولات اللي بنستعد لها الفترة اللي جاية سواء قاريا أو دوليا؟ هو حضرتك ما هو الفترة اللي جاية بقى دي هتبقى عبارة عن إحنا بنشتغل كابتن كريم الألعاب الأولمبية على مرحلتين، أو بنقسم الشغل على مرحلتين، الشغل الأولاني أو المرحلة الأولى من الشغل بقى حاجة اسمها التأهل إلى الألعاب الأولمبية. ده بيستمر حوالي سنتين سنتين ونص، وده الحمد لله نجحنا فيه بتأهل السنه. بعد كده المرحله الثانيه من الشغل بتبتدي بقى عمليه حاجه اسمها الاستعداد للاشتراك في الدوره الاولمبيه اللي احنا هنبتدى ان شاء الله من يوم السبت معسكر بوغلر في المركز الاولمبي لمده شهر في شهر نوفمبر، وان شاء الله في شهر ديسمبر هنروح روسيا، وبعدين بعد كده بقى تتوالى الاحداث سواء معسكرات خارجيه او اشتراك في بطولات دوليه يعني مش رسميه، لما بطولات دوليه عشان نقدر اسمها الاحتكاك مع المدارس المختلفه، نعمل بطولات في اوروبا ونعمل بطولات في اسيا ونعمل بطولات في افريقيا عشان نقدر ندي الاولاد الخبره الكافيه قبل المشاركه في الالعاب الاولمبيه، بحيث القرعه لما توقعنا مع اي حد من المدارس دي نقدر نجابه الموقف وننتصر باذن الله. تمام. حضرتك طبعا سيد العارفين، عارف كويس جدا قدر واهميه قطاع الناشئين في اي رياضه من الرياضات طبعا. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك يعني الى اي مدى هناك اهتمام بقاعده الناشئين والناشئات في رياضه الملاكمه. تمام حضرتك، السؤال ده جميل جدا، بس لازم ندي الكل زي حق حقه زي ما بيقولوا. وزاره الشباب والرياضه ومعالي الوزير اشرف صبحي عاملين حاجه جميله قوي، هو فريق العمل بتاعه طبعا في الوزاره،
عاملين حاجه اسمها المشروع الوطني للناشئين والموهبه الرياضيه والبطل الجمهوري. دوت موجود في 17 محافظه من محافظات مصر، بيضم اللاعبين من 12 سنه لغايه 20 سنه لما مجموعه الصفوه. وهو دوت المشروع اللي بنخرج منه الناشئين والشباب وبنضمه الى المعسكرات الدوليه والمعسكرات المحليه للفريق الوطني. وهو دوت اللي بنضمه، يعني مثلا البطوله العربيه اللي فاتت كان في احنا بنلعب 13 ميزان في البطوله العربيه، كان منهم 6 لاعبين من هذه المعسكرات الشبابيه او المشروع الوطني للموهبه الرياضيه والشبابيه. وطبعا زي ما سيادتك قلت، كل ما قاعده الشباب والناشئين بتكبر يبقى راس الهرم فوق بيبقى كويس. فاحنا بنستعد الاستعداد كامل للمشاركه مع وزاره الشباب والرياضه ان احنا بنعمل بطولات على مستوى الناشئين والشباب. يعني ان شاء الله عندنا في شهر نوفمبر 11 نوفمبر 16 نوفمبر بالمؤسسه الرياضيه العسكريه في اسكندريه عندنا بطوله الشباب مواليد 2006. بعدها مباشره في اول ديسمبر عندنا بطوله الشباب مواليد 2007 موجوده في برج نادي بور فؤاد. وبعد كده بتتولى بقى المباريات 2008 هتبقى في السرسانه، 2009 هتبقى في الفيوم. يعني احنا كمان بنعمل حاجتين يا كابتن كريم، بنعمل عمليه الانتشار بالنسبه للناشئين في محافظات مصر. يعني احنا ما بنعملش البطولات كلها مركزيه في محافظه القاهره والجيزه بس، انما احنا بننتشر في جميع محافظات مصر، بنعمل فيها بطولات لغايه شرم الشيخ. بس شرم الشيخ بقى دي ليها معنى خاص، انا ببعت شرم الشيخ اصغر لاعبين او اصغر مرحله سنيه هي مواليد 2010. احنا من سنه من حوالي 8 سنين ابتدينا نعمل بطوله في شرم الشيخ وبنبعت فيها اصغر سن للناشئين والشباب. الولاد اللي اشتركوا بقى في شرم الشيخ من 8 سنين دلوقتي هم بقى شباب، لان احنا بنحط الحس الوطني للاعبين دول. احنا بننمي الحس الوطني وبننمي الانتماء للوطن من خلال تعرف الشباب على المحافظات المختلفه خصوصا شرم الشيخ. احنا عاملين ان شاء الله في شهر مارس اللي جاي بطوله الناشئين مواليد 2010 في شرم الشيخ. جميل. مش قادر اختم مع حضرتك اللقاء السريع ده من غير ما اسالك سؤال، وهو سؤال ذو شجون الحقيقه وقد يحمل قدر ما من الحساسيه، بس ده نتيجه كتر اللي سمعناه قبل كده. وبرضو ارجع واقول حضرتك سيد العارفين واكيد سيد السامعين ان في كتير من الاحيان بنسمع شكاوى من قبل لعيبه وابطال في رياضات مثلا قتاليه او رياضات الدفاع عن النفس، الرياضات اللي حتى يعني بند التغذيه لوحده فيها بيحتاج ميزانيه ملهاش اول من اخر، وبنسمع الشكوى دايما من ضيق ذات يد الاتحاد المعني ايا كانت الرياضه اللي بتكلم عليها. فيا ترى انتوا عندكم النوع ده من المشاكل في الاتحاد؟ ما عنديش المشكله دي خالص، لان حضرتك انا عندنا معسكر دائم في المركز الاولمبي في المعادي في فندق الفايف ستار في المعادي. ما شاء الله المركز الاولمبي دلوقتي بقى على اعلى مستوى سواء من الخدمات اللوجستيه او خدمات الاقامه والاعاشه والتدريب والصالات، حاجه بقت فخمه جدا. انا بلاحظ بيفتخر بيها ان في مصر موجود مركز زي المركز الاولمبي في المعادي. فالولاد بتاعتنا او الشباب بتاعتنا او المعسكرات بتاعتنا قائمه طول العام في المركز الاولمبي في المعادي. وطبعا في طبيب متخصص الدكتور مجد الصباغ موجود معاهم في مقيم معاهم في المركز الاولمبي، وهو بيشرف على التغذيه وعلى العلاج وعلى كل النواحي الطبيه. فانا ما عنديش الحته ديت ان الفريق الوطني، بقول لحضرتك معسكر دائم في المركز الاولمبي في المعادي. وبعدين حتى لو في مكملات غذائيه مع عن طريق طبيب بنقدر نعملها، لان احنا دي ما بتحتاجهاش كمان كتير، لان زي ما قلت لسيادتك في تغذيه كامله طول العام في المركز الاولمبي في المعادي سواء فريق الشباب او فريق القمع. اللي حضرتك تفضلت بيه ده شيء اكتر من رائع، ولكن هل الدعم ده واصل لمرحله ان ابطالنا ما يبقوش مضطرين ان هم يشتغلوا مثلا او يعملوا اي حاجه ثانيه لتنميه الموارد، لان الاتحاد مكفيهم تماما بحيث ان هم حياتهم بالكامل منصبه على التمرين والمعسكرات والمشاركه في البطولات؟ وهيشتغل امتى يا كابتن كريم؟ بقول لحضرتك هو في معسكر دعم في المركز الاولمبي في المعادي وبندي مبالغ يعني اسمها بوكيت ماني او مصروف الجيب مناسبه جدا. انا مش عايز اقول الارقام، انا مالناش دعوه بالكوره، انا بتكلم على المستويات بتاعتنا ومستوى المنازلات او مستوى المنافسات الفرديه. انما انا بقول لحضرتك احنا بندي مصروف جيب للاعبين بيكفيهم تماما، وبقول لحضرتك احنا الاتحاد متحمل تماما الاقامه كامله في المركز الاولمبي، متحمل كاملا التغذيه، متحمل كاملا الملابس الرياضيه، متحمل كاملا العلاج واي اصابات او اي حاجه في الاتحاد متحملها تماما من خلال اقامه كامله طول العام في المركز الاولمبي في المعادي، والجهاز الفني موجود معاهم طول السنه
بالمركز نمبر في المعادي. جميل، يعني بنتمنى لحضرتك اكيد كل التوفيق، وبنتمنى لابطالنا كل النجاح وكل التوفيق في كل البطولات اللي هم هيشاركوا فيها الفتره اللي جايه ان شاء الله، ولا سيما باريس 2024. بشكر حضرتك كابتن عبد العزيز جزيل الشكر. الحقيقه برضو من الرياضات اللي يعني بنهتم بيها جدا في برنامجنا هنا هي رياضه الفوتشا. امبارح تم الاعلان عن تولي احمد ادم الشندويلي منصب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للفوتشا تحت التاسيس، بعد ما اصبح الاهتمام الحقيقه مكثف جدا تجاه الاتحادات البارالمبيه وخصوصا في الفتره الاخيره. اكيد دي خطوه مهمه جدا ان يتم تاسيس اول اتحاد مصري للفوتشا اللي بالفعل بيضم لعيبه ولاعبين ولاعبات يعني في منتهى التميز واصحاب اراده وعزيمه ولا اقوى من كده. عفوا. برضو خلونا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الملف مع دكتور محمد الدسوقي نائب رئيس الاتحاد المصري للفوتشا. يا دكتور صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الخير يا استاذ كريم، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، سعداء بوجود حضرتك معانا ونسعد ونتشرف بوجودك معانا في الاستوديو قريب ان شاء الله. الله يخليك، صباح الخير على جماهير الاهلي وقناه الاهلي، وان شاء الله النهارده تفرحونا وتفرحوا مصر كلها. الاهلي صانع السعاده وصانع البهجه في مصر ان شاء الله. يا مسهل الحال ان شاء الله. طبعا خطوه مهمه جدا ان يتم الاعلان عن الاتحاد المصري للفوتشا تحت التاسيس. عايزين نعرف من حضرتك بقى يعني ايه الملابسات ايه؟ والله الحمد لله حضرتك، ده مشوار طويل. احنا كنا بادئينه من 2018، دي كانت اول بعثه سافرناها في تونس كانت البطوله العربيه. بعدها توالت البطولات الدوليه اللي شاركنا فيها كمنتخب بوتشا، وهي رياضه كانت اول مره تدخل مصر، مرورا بقى بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، بطوله التحدي ببولندا، بطوله ايطاليا، وكاس العالم في البرازيل، وختمناها الحمد لله ببطوله افريقيا اللي كان لينا الحمد لله السبق في تنظيمها على اعلى مستوى كاول اتحاد برلمبي ينظم بطوله البوتشا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا او المنطقه العربيه. والحمد لله فضل من ربنا ودعم الدوله المصريه تحت قياده معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور اشرف صبحي، والحمد لله تاهلنا من عندنا 2 لاعبين لبارالمبياد باريس، ودي كانت اول مره في المنطقه العربيه ومصر يتاهل منها حد في البوتشا. فطبعا تنظيم الامور الداخليه كان في رؤيه، وده اتجاه دولي واتجاه من اللجنه البارالمبيه المصريه، ان يتم انشاء اتحاد مصري للبوتشا. والحمد لله يوم السبت اللي فات يوم 28 بناء على دعوه من نادي معاد شاهين امبابا حصل اجتماع للانديه الاعضاء اللي هم المشاركين في هذه الرياضه، وتحت اشراف قضائي وممثل عام اللجنه الاولمبيه المصريه. والحمد لله تم تكوين واشهار او تم تكوين الاتحاد، واحنا بنستكمل بعض الاجراءات في اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه، وان شاء الله خير يعني ان شاء الله باذن الله. طيب الاتحاد هيضم كام لعبه؟ هو الاتحاد هو اتحاد رياضي خاص بلعبه واحده وهي لعبه البوتشا. لعبه البوتشا دي بتضم جواها 4 تصنيفات طبيه، ده امر فني اللي هو بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3 بي سي 4، ونشارك انديه كتير في مصر، ومعانا مجموعه الحمد لله النهارده معانا في مصر حوالي ما يقارب 100 لاعب، وده عدد كبير جدا جدا لان هم احنا بنهتم بشديد الاعاقه. والدكتور اشرف صبحي في اكثر من لقاء اكد ان كل الدعم لهذه الفئه، خاصه لان ده المتنفس الوحيد ليهم وممارسه النشاط الرياضي. طيب هل حضراتكم حاطين خطه معينه لضم اكبر عدد ممكن من اصحاب الشلل الدماغي وتشجيعهم على ممارسه الرياضه دي؟ لان احنا من خلال حاجه زي كده احنا بنعيد احياء ناس يعني محتاجين مننا الدعم اللي بالشكل ده تحديدا، ففي خطه معينه محطوطه في هذا الاطار؟ احنا الحمد لله يعني احنا نقدر نقول ان احنا مش هنبني من اول وجديد. احنا النهارده في ارث موجود في الاتحاد اللي هو بيرعى حاليا هذه الرياضه بصفه مؤقته، لكن الاتحاد الجديد هيبقى تحت ايده وتحت تصرفه هذا الارث بقياده الدكتور احمد ادم. الارث ده عباره عن جميع الادوات الموجوده واللاعبين المقررين في الهيئات ومنتخب فعلا قائم بالفعل وجهاز فني، وتم عقد العديد من الدورات التدريبيه ودورات التحكيم ودورات التصنيف، اخرها بطوله افريقيا اللي انتهت في شهر يوليو الماضي. الحمد لله تم عمل دورة تدريب دولية للمدربين، تم عمل دورة تصنيف دولية، تم عمل دورة تحكيم دولية،
فاعتقد ان المهمه هتبقى نوعا ما سهله لمجلس الاداره الجديد اللي هيتولى اداره شؤون اللعبه، بالاضافه الى ان العديد من الانديه بالفعل عندها رغبه شديده جدا انها تتعرف على اللعبه، لان اللعبه غير كانت غير مواطنه داخل مصر. الفتره اللي فاتت دي احنا حاولنا نعمل لها عمليه توطين، لان هذه الرياضه مكلفه جدا نتيجه ان الكور نفسها بتيجي من الخارج، الرامبات والادوات المساعده بتيجي من الخارج، فكل ده هيبقى تحت تصرف مجلس الاداره الجديد او الاتحاد الجديد بعد ان شاء الله ما يتم اشهاره. ونتمنى للجميع التوفيق، لان احنا هدفنا في الاول وفي الاخر خدمه اولادنا من ذوي الاعاقه، خصوصا الفئه اللي هي اللي عندها اعاقه شديده، لان اللي بيمارسها ذوي الاعاقه الشديده اللي هم غالبا بيبقوا على كراسي متحركه. انا اسف لوقطه حضرتك، بس الشيء بالشيء يذكر يا دكتور، معلش. يعني انتم بالمناسبه بتوصلوا للشباب دول ازاي او للاطفال دول ازاي؟ هل بلغه كره القدم كده عندكم كشافين، ولا لازم الاهالي واولياء الامور هم اللي يعني ياخدوا الخطوه الاولى وياخدوا المبادره ويتواصلوا مع الاتحاد عشان يخلوا اولادهم اللي في مراحل سنيه مناسبه يبتدوا يمارسوا الرياضه دي؟ طبعا ده الامر ده ما بيتمش عن طريق المسؤولين في الاتحاد فقط او مجرد وليام، لا ده منظومه لازم تتكاتف جميعا. المنظومه دي عباره عن اولياء امور، مدربين، انديه، اتحاد، ناس مهتمين، اطباء. فالكلام ده كله لازم الناس دي بتتشاور مع بعضها، الكل بيسال بعضه. النهارده احنا في موجودين مثلا في بطوله في السباحه، فبنحاول ننتقي العناصر الموجوده اللي عندها القدره انها تمارس رياضه البوتشا. عندنا بطوله في العاب القوى مثلا، بنشوف اللعيبه اللي تقدر تمارس هذه الرياضه، بالاضافه ان معانا جهاز فني من المدربين مكون تبع دول بمثابه الكشافين بالنسبه لنا، لان في منهم من المحافظات وفي من القاهره، فدول بيمثلوا لينا قوه وعامل اساسي ان هم يكتشفوا اللعيبه في الانديه، وبيبتدي نعمل لهم النشاط المناسب ليهم بعد تقنين وضعهم طبقا للكود الطبي او التصنيف الطبي، لان ما ينفعش لاعب يشارك في كلاس مش كلاسه، لان كل لاعب من اولادنا دول له قدرات معينه بيتحط في التصنيف الطبي المناسب له عشان يقدر يتنافس مع بعداله وبشفافيه مع اقرانه اللي يقدر يتنافس معاهم. يعني حضراتكم بتعملوا دور عظيم الحقيقه، ربنا يبارك لكم على اللي انتم بتعملوه، وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. دايما احنا حضراتكم عارفين بنهتم يعني بكل الملفات، لكن في ملفات كده بتبقى واخده القلب الحقيقه اكتر، فملف الملف البارالمبي وابطالنا من ذوي القدرات الخاصه زي ما بياخدوا قلوبنا لازم ياخدوا اهتمامنا الحقيقه، ولازم ياخدوا دعمنا بكل شكل من الاشكال، لان الناس دي زي ما دايما بنقول ودايما بنتكلم مع حضراتكم من خلال البرنامج ده، الناس دول ابطال بكل ما تحمله كلمه بطل من معنى. الناس دي مستحمله ومتعامله مع معوقات حياتيه الاسوياء مننا صعب يستحملوا ربع الضغط اللي هم بيستحملوه، فيعني الحقيقه كل اشكال الدعم لازم تكون متحققه لهم، لان هم يستحقوا ده وزياده. طيب خلونا بقى نعرف درجات الحراره النهارده وصلت كام في محافظات مصر المختلفه من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل، اتفضل.
طيب دي كانت درجات الحراره، وبما ان احنا داخلين على ويك اند فاكيد في ناس كتير بتحب تسافر او تتحرك من مكان لمكان، فبرضو عايزين نعرف المزيد من التفاصيل حول حاله الطقس المتوقعه خلال الايام القليله القادمه. وفي هذا الاطار احنا منورنا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك. الاجواء ابتدت تحلو ودخلنا بقى اعتقد كده دخلنا في النص الثاني من الخريف، ولا بيتهيألي؟ لا لسه على لسه 11 باذن الله هيكون النص الثاني من فصل الخريف، عشان كده احنا لسه في الاجواء اللي هي اشبه بالاجواء اللي ارتفعت درجات الحراره. يمكن بالفعل درجات الحراره اعلى من المعدلات بحوالي من درجه لدرجتين، الاسبوع الماضي كان من درجتين لثلاث درجات. أيوة. فاحنا متوسط درجات الحراره اللي هنسجلها خلال الايام المقبله ما بين 29 و31 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى. يمكن اغلب محافظات الجمهوريه درجات الحراره فيها اعلى من المعدل الطبيعي، ده بسبب ان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، فما فيش تاثير لاي سحب موجوده. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه في الاصل جايه من مناطق صحراويه، فبتؤدي ان درجات الحراره تكون اعلى من المعدلات. بالاضافه كمان هدوء سرعات الرياح بالشكل الكبير ده بيساعد ان احنا نحس بوجود نسب رطوبه في الجو وارتفاع قيم درجات الحراره. الاجواء هتكون اجواء خريفيه مائله للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، معتدل على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ما بين حاره لشديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد. ده بيكون فتره النهار، واكثر احساسنا بيه بيكون فتره الظهيره مع شده اشعه الشمس. فور غياب اشعه الشمس وتكون فترات الليل بنحس بانخفاض درجات الحراره، لكن وجود نسب رطوبه في الجو خلينا ما نحسش بالانخفاض ده غير في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. الاجواء نقدر نوصفها ان هي اجواء مائله للبروده ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه المحافظات اللي هي لها ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديده، الاماكن المفتوحه. الظاهره الجويه المؤثره دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه، خاصه مع وجود المرتفع الجوي للطبقات الجويه العليا، لانه بيحبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض هي الشبوره المائيه. طبعا الشبوره المائيه خلال الايام المقبله شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي ممكن احيانا توصل لحد الضباب، يعني الرؤيه الافقيه على الطريق تنخفض لاقل من 1000 متر، ممكن بعض الاماكن تنعزم عليها الرؤيه الافقيه، فلازم نخلي بالنا بشكل كبير من الشبوره المائيه. طب احنا دايما الدكتوره منار، وبالذات لما بيكون في فرصه لوجود شبوره مائيه، يعني حضراتكم الحقيقه لا تدخروا اي جهد في توصيل المعلومه للناس، وخصوصا الفئه اللي متعوده طبيعه شغلها او طبيعه حياتها ان هي بتسافر في الصباح المبكر، سواقين النقل، اتوبيسات النقل الجماعي، الاتوبيسات السياحيه، حاجات زي كده. ومع هذا ده ما بيمنعش برضو من ان في ناس لا تلتزم قوي بالتعليمات في هذه الاجواء، زي ما حصل من كام يوم، وحضرتك اكيد عندك خلفيه الحادثه الكبيره اللي حصلت في طريق مصر اسكندريه الصحراوي في الصباح الباكر، ونتيجه شبوره كثيفه، حاجه و20 اتوبيس على عربيه على عربيات نقل على ميكروباصات دخلوا في بعض. هو بالفعل عشان كده احنا بنقول مع الشبوره المائيه احنا دايما بنقول لازم الاول نعرف الاماكن اللي بيبقى فيها الشبوره المائيه، فده من متابعتنا للنشرات الطرق المفتوحه والطرق السريعه بطبيعه الحال. وبعد كده انا لو لقيت شبوره مائيه على الطريق، لو الرؤيه بالنسبه لي منخفضه جدا او منعدمه، اركن على جانب الطريق حتى تحسن الرؤيه الافقيه، او اشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، اشغل الات التنبيه، القياده تبقى بهدوء تام وحذر شديد، وهو معاد الشبوره المائيه معروف، يعني احنا بنتكلم دايما ساعات الليل المتاخر الساعه 3 4 الفجر تستمر معانا حتى الساعه 7 8 صباحا، حتى سطوع اشعه الشمس تبقى معانا الشبوره المائيه. الميعاد ده معروف، فاحنا بقدر الامكان حتى لو ورانا مسؤولين نطلع بدري يعني بحذر وبهدوء تام على الطرق تجنبا لاي مشاكل على الطريق. يمكن هي الظاهره الجويه اللي دايما بتاثر معانا في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه. صحيح. ومعانا على مدار الاسبوع اللي جاي كله، يعني احنا من بكره لحد نهايه الاسبوع اللي جاي معانا شبوره مائيه كثيفه على الطرق، فلازم ناخد بالنا بس كمان اللي جاي من الطرق، يعني من الطرق السريعه او الطرق الصحراويه المؤديه من والى القاهره الكبرى، شرق القاهره او غرب القاهره، لازم ناخد بالنا بشكل كبير. لكن باقي يعني الظواهر الجويه ما فيش اي فرص لسقوط الامطار الحمد لله، يعني هتنحصر يوم السبت والحد الجايين في حلايب و30، فالاجواء مستقره بشكل كبير على مدار الاسبوع اللي جاي. نخلي بالنا كمان من نوعيه الملابس، لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر بقدر الامكان الملابس تكون ملابس خارجيه. جميل كالعاده، انا بشكر حضرتك يا دكتوره منار كل الشكر اللي في الدنيا على وجودك معانا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا.
طيب لسه عندنا اخبار عايزين نعرفها لحضراتكم، ولسه عايزين نتابع ايه الجديد في النادي الاهلي وفرقه المختلفه، وحاجات كتير هنعملها بمجرد العوده من هذا الفاصل، خليكم معانا. اللقطات اللي فاتت شفنا مع حضراتكم النادي الاهلي من الخارج، تعالوا بقى ندخل جوه النادي الاهلي فرع الجزيره حيث تتواجد زميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هتعرفنا اخر مستجدات الفرق المختلفه في النادي الاهلي. يا صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. طبعا بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم اللي إن شاء الله النهاردة في تمام الساعة 8 مساء عنده مواجهة هامة جدا أمام نادي سان داونز، وهي مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الإفريقي. طبعا هتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة. خليني أقول لك يعني يا كريم إن امبارح كان المران الأخير، ومبارح كان الأهلي ختم استعداداته لهذه المباراة. طبعا يعني كان أبرز ما جاء في هذا المران امبارح اللي أقيم مساء على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، كان طبعا حضور كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لمؤازرة اللاعبين طبعا، ويمكن يعني بعض النصايح اداها كابتن محمود الخطيب للاعبين قبل هذه المواجهة الهامة جدا. والحقيقة يعني يمكن احنا زي ما احنا عارفين انه 50,000 من جمهور النادي الأهلي هيكون مسموح ليهم بالحضور، فأكيد الجمهور ده هيكون فارق جدا سواء يعني معنويا أو نفسيا مع لاعبي النادي الأهلي. طبعا يعني امبارح كان المران بدأ تحت قيادة مستر مارسيل كولر، بدأ المران يمكن بمحاضرة فيديو لكل اللاعبين، ويمكن كمان كان في بعض التمرينات الاستشفائية، ده نظرا للإجهاد ونظرا كمان يعني يمكن كان وقت قليل قوي ما بين العودة للقاهرة من جنوب أفريقيا وما بين المران الأول استعدادا لمباراة الإياب، علشان كده كان في تمرينات استشفائية لكل اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الذهاب، ويمكن كان في ايضا يعني تنفيذ بعض الجمل الخططية واللعب على الكرة في هذا المران. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي النهارده في مباراتهم امام سان داونز. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين، واللي يمكن يعني ما فيش ولا لينك يا كريم بيخلو من اخبار قطاع الناشئين ان هم محققين دايما نتائج عالية وفوز مستمر في بطولة الجمهورية، ويمكن النادي الاهلي بقى فريق 2005 قدر ان هو يحقق الفوز على غزل المحله بثنائيه مقابل هدف واحد، يعني نتيجه كانت 2-1 للنادي الاهلي امام غزل المحله، ده كان في الجوله التاسعه من بطوله الجمهوريه. الحقيقه ان المباراه اقيمت امس على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وبكده بقى يعني يمكن فريق النادي الاهلي 2005 قدر ان هو يرفع رصيده ل 20 نقطة من الفوز في 7 مباريات والخسارة في مباراتين فقط. خلينا بقى ننتقل دلوقتي لكل الألعاب الأخرى، والبداية طبعا مع رجال سلة الأهلي. ويمكن رجال سلة الأهلي بعد الانتهاء من الدورة المجمعة الأولى، النهاردة إن شاء الله هتبدأ الدورة المجمعة الثانية، وهيكون بقى يعني ده طبعا في بطولة دوري المرتبط، والنهاردة المباراة الأولى هتكون أمام نادي الشمس، وغدا هتكون أمام مصر للتأمين، وبعد غد هتكون امام نادي سبورتنج. الحقيقه ان الدوره المجمعه الثانيه بتكون 3 أيام متتاليه، هتبدا النهارده وتنتهي بعد غد ان شاء الله يوم 3 من نوفمبر الجاري. بنتمنى كل التوفيق لرجال سله الاهلي. اما بقى بالنسبه لسيدات سله الاهلي، يعني يمكن بعد الفوز على نادي الصيد في مباراه الاياب في ايضا بطوله دوري المرتبط، يمكن كانت النتيجة 94-51، وبكده بقى يمكن فريق المرتبط وفريق أيضا الأول لسيدات سلة الأهلي قدروا أن هم يحسموا تأهلهم لنصف نهائي طبعا هذه البطولة، وإن شاء الله هتكون المباراة الجاية يوم 7 من نوفمبر الجاري، هتقام في مدينة الأسكندرية، هتكون أمام نادي سموحة. بنتمنى كل التوفيق طبعا لسيدات سلة الأهلي، الحقيقة ماشيين بخطى ثابتة جدا يعني من بداية هذه البطولة وحتى الآن، وإن شاء الله يقدروا إن هم يحسموا بقى الفاينل ويفوزوا بالبطولة. خلينا بقى ننتقل دلوقتي لكرة اليد، ورجال يد الأهلي طبعا يمكن هيبدأوا بطولة العالم للأندية، وهتقام في مدينة الدمام بالسعودية، هتقام في الفترة من 7 وحتى من 11 نوفمبر الجاري. والحقيقة ان النادي الاهلي بيقع في المجموعة مع نادي النور السعودي وايضا برشلونة الاسباني. بنتمنى كل التوفيق لرجال يد الاهلي في هذه البطولة، وان شاء الله يحققوا فيها نتائج كبيرة جدا زي ما هم معودين. اما بقى بالنسبة لسيدات يد الاهلي بعد تغلبهم وقدروا ان هم يفوزوا على سبورتنج في الجولة الثالثة من الدوري، الحقيقة كانت مباراة صعبة ولكن انتهت بنتيجة 20-29
19. الحقيقه ان الماتش الجاي هيكون امام نادي الطيران ان شاء الله بعد غد الجمعه. خلينا بقى يمكن نختم اخبارنا النهارده يا كريم يمكن باخبار الكره الطايره، ويمكن اول ماتش لرجال يد الاهلي هيكون طبعا امام المقاولين في بطوله الدوري، هيكون يوم 18 من نوفمبر الجاري، هتقام المباراه في تمام الساعه 6 مساء. اما بقى بالنسبه لسيدات الطايره هيبداوا اول ماتش بعد غد ان شاء الله 3 نوفمبر امام نادي الصيد، هتكون المباراه في تمام الساعه 8 مساء. طبعا دي كانت كل الاخبار اللي معانا النهارده سواء على مستوى الفريق الاول طبعا كره القدم وايضا كل الفرق الرياضيه الاخرى. والحقيقه ان احنا النهارده كلنا اكيد صوت واحد بنتمنى كل التوفيق لرجال طبعا يعني كره القدم للنادي الاهلي امام سان داونز. بشكرك جدا يا كريم، الكلمه ليك مره اخرى. من بقك لباب السماء ان شاء الله، وانا اللي بشكرك كل الشكر يا مريم على هذه التغطيه الممتازه كالمعتاد، شكرا جزيلا ليك. تعالوا بقى نروح لملف في منتهى الاهميه وهو اعلان الاتحاد الدولي لكره القدم عن غلق باب الترشح لاستضافه مونديال 2034 وبشكل رسمي. وعايزين نعرف حضراتكم انه لم يتقدم لاستضافه هذه البطوله غير المملكه العربيه السعوديه فقط لا غير، وبكده هتكون المملكه طبعا هي اول دوله تستضيف المونديال منفرده في نظامها الجديد اللي هو ب 48 دوله. طبعا حدث ضخم جدا، واحنا اكيد شفنا يعني ما يكفي انه يؤكد لنا ان فكره العرب قادرين على حسن تنظيم اي بطولات عالميه، زي ما شفنا قطر كده نجحت بتفوق في تنظيم مونديال 2022، واثقين ان السعوديه كمان ان شاء الله هتقدم نسخه استثنائيه يعني حتى بزياده عدد المنتخبات الكبيره اللي هتكون موجوده في النسخه دي من المونديال. بنبارك اكيد لاشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، لان يعني بعد غلق الباب بالامس وانسحاب استراليا بالملف الخاص بها من التنظيم اصبحت السعوديه هي ثالث دوله عربيه تنظم البطوله الاكبر والاشهر والاهم في عالم كره القدم، يعني لان قطر طبعا كانت هي اول دوله، والمغرب ان شاء الله هتنظمها في ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال في 2030 عشان تبقى المملكه العربيه السعوديه هي ثالث الدول العربيه، وحاجة أكيد تسعدنا كلنا ومتوقعين نجاح باهر إن شاء الله لهذه النسخة من البطولة الأهم على الإطلاق. تعالوا بقى نروح دلوقتي ونتعرف على أكثر خمس منتخبات أوروبية تحقيقا للألقاب في تاريخ كرة القدم من خلال الفيديو جراف التالي، وبعدها نطلع فاصل ثم لنا عودة. عايزين نتكلم في اللينك ده عن ملف مهم جدا الحقيقه وملف مضيء جدا. عايزين نعرفكم كمان في البدايه انه من كام يوم مصر استضافت بطوله العالم للشطرنج للناشئين في شرم الشيخ، ودي بالمناسبه لا هي اول ولا اخر بطوله يعني بتنظمها مصر وبينظمها الاتحاد المصري للشطرنج بنجاح مدوي. والحقيقه اللعيبه المصريين بتوعنا يعني ماشيين بشكل ممتاز جدا وبيحققوا سكور محترم حتى على المستوى الدولي كمان. فللحديث عن هذا الملف وهذا الموضوع منورنا في الاستوديو ضيفنا الاستاذ هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير وشكرا لك. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك. متالق في الاحمر وبشره خير النهارده ان شاء الله. ده اولا ده الزي الرسمي للجنه المنظمه وده شعار الاتحاد الدولي، فيعني هو الاهلي دايما سباق ودايما الاهلي في المقدمه. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا، سعداء بحسن تنظيم مصر لبطوله عالم في الشطرنج. عايزين نعرف من حضرتك بقى بدايه كده ملابسات التنظيم ايه للبطوله دي؟ هي طبعا فكره البطوله بدات من حوالي 4 سنوات 2019، ولما تقدمنا لاول مره ان مصر تستضيف البطوله والحمد لله توفقنا ان احنا ناخد ثقه الاتحاد الدولي واسند تنظيم البطوله لمصر. بعد كده مرت فتره كورونا 2020 و2021، وبعدين تحدد يوم شهر اكتوبر 23 لاستضافه البطوله في شرم الشيخ. من شهر 2 اللي فات كان ليا الشرف ان انا اقابل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والحقيقه الوزير رحب جدا باستضافه البطوله في شرم الشيخ وبدانا الاجراءات. واجهتنا صعوبات في الاول شهر 4 و5 و6 لغايه اخر شهر 8 كان عندنا الصعوبات. زي ايه؟
يعني مش عايزين نخوض في تفاصيل كتيره. المهم يعني كان في تعطيل للعمل من مجلس الاداره السابق، والحمد لله الوزاره تدخلت واللجنه الاولمبيه تدخلوا في نهايه شهر 8، وقدرنا بسرعه نتدارك الموضوع ونتفق مع الفنادق ونتفق مع صاله اللعب، وتعاملت في المدينه الرياضيه في الصاله الرياضيه في شرم الشيخ في المدينه الشبابيه، والحمد لله كان اقبال الناس، ورغم الظروف المحيطه في الدول المجاوره عندنا كان في بعض الحروب، بعض الجو متوتر، بعض الدول كان متردده انها تيجي، حتى الحرب الروسيه الاوكرانيه نعم برضه القت بظلالها على الموضوع بالظبط. فرغم كل دوت شارك عندنا 1200 مشارك، منهم 528 لاعب من 67 دولة من خمس قارات: أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، آسيا، أوروبا، أفريقيا. لأول مرة بتتجمع خمس قارات بالفعل، كل القارات وأغلب دول العالم والدول الرئيسية. الحمد لله كان تجمع ممتاز جدا، وكان نجاح كبير لأول بطولة عالم للشطرنج تقام في مصر، وخاصة فئة الناشئين. ردود الأفعال كانت عاملة إزاي تجاه البطولة دي، ووسائل الإعلام الرياضية الدولية كانت حاضرة إلى أي درجة؟ والله الحمد لله كان في تغطيه ممتازه جدا، كان في نقل مباشر للمباريات، برضه استغلينا فرصه البطوله دي، ولاول مره اشترينا رقعات الكترونيه اللي هي بوردات الكترونيه للشطرنج. اشترينا حوالي 60 بورد الكتروني و300 شطرنج حديث وساعه تايمر حديثه، وده كان فرصه نستغل البطوله ان احنا نعمل نجهز ادوات تكفينا للسنوات القادمه ان شاء الله، ننظم بطولات دوليه على اعلى مستوى في الفتره الجايه. فالبوردات الالكترونيه دي كانت بتنقل المباريات بشكل بس مباشر، احنا عندنا في الشطرنج البث المباشر مش على التلفزيون، لا على البورد الالكتروني وعلى النت. أوكي. ومواقع شطرنج كتير عالميه بتنقل البث، وفي بقى تحليل ودي بطوله عالم بتظهر كمان على الموبايلات، يعني الموبايل يظهر شاشه رقعه الشطرنج والتحليل واللعيبه بتلعب، وفي محللين يحللوا، ويعني اكتر من 70 دوله في العالم كانوا بيتابعوا المباريات. كان عندنا موقع للبطوله كان فيه اقبال يومي جدا عليه، وكان فيه بث مباشر للمباريات يوميا للبوردات، والحمد لله كان في تنافس في البطوله. اللاعبين المصريين شاركوا طبعا واكتسبوا خبره، لاعبتنا ابطال افريقيا وابطال العرب، بس بطوله العالم مستوى عالي، مشاركه روسيا، مشاركه اوكرانيا، دول قويه، اذربيجان، كازاخستان، اوزبكستان، الدول دي كانت لها نصيب بالضبط. يعني روسيا واوكرانيا الاثنين شاركوا، الاثنين كانوا شاركوا، انا تخيلت ان نتيجه لا لا. اللي بيحصل هناك لا بالعكس يعني. قدرنا نجمعهم، والشطرنج لعبه سلام ولعبه محبه وتعارف، فكان كله شارك فيها. هو هي الشطرنج لعبه سناب، لكن اللي حصل ما بينهم ما خصوش بالسناب. يعني الشطرنج لحد ما جمعهم، لغه مشتركه الشطرنج، لغه هاديه ولغه راقيه. طب حصاد البطوله دي بالنسبه لنا بقى وبالنسبه للعيبه بتوعنا المصريين، حصاد اللعيبه بتوعنا الحمد لله كانت بطوله ناجحه، اولا تنظيميا وفنيا لعبتنا استفادوا جدا، شارك 31 لاعب مصري في البطوله، كان في اقبال كويس جدا على المشاركه، اللعيبه استفادوا فنيا جدا واحتكوا بالمدارس كلها، اوروبا، امريكا، اسيا، الدول الاسيويه قويه جدا، كازاخستان واوزبكستان، وبرده طبعا روسيا واوكرانيا وارمينيا وتركيا، برده فرق عندها فريق قوي وخدوا ميداليات. فالاحتكاك ده يوفر اللعيبه المصريين احتكاك قوي جدا، قلما يتوفر. انا لما نشارك بطوله عالم بنبعت اربع لعيبه او خمس لعيبه، احنا عندنا 31 لاعب شاركوا في البطوله في مصر غير اللي تابعوها بشكل مباشر وتعرفوا على المدارس دي، فالحمد لله كانت مشاركه. انا اسف بس استاذ حضرتك، لو نقفل الجرس يا اما نقول الو ونشوف اللي معاه والله، ونفتح السبيكر واللي ما يشتري يتفرج. فال يعني المهم كانت بطوله تنظيميا ناجحه جدا. الحمد لله حققنا وفر مالي هيساعدنا في الفتره الجايه ان احنا نغطي مشاركاتنا الخارجيه والدوليه، فيعني الحمد لله الامور حلوه. حلوه قوي جمله عملنا وفر مالي دي، لان كالعاده بيبقى ساعات بيبقى في مشاكل كثيره في اتحادات في مساله توفير الموارد الماليه المطلوبه حتى لتدعيم اللعيبه. ناهيك بقى عن فكره تنظيم بطولات دوليه او غير دوليه في مصر، فالى اي درجه انتوا عندكم النوع ده من المشاكل في الاتحاد؟ طبعا هو الدعم السنوي الوزاره بتحاول تساعدنا على قد ما تقدر، بس طبعا الظروف الاقتصاديه والدعم السنوي للوزاره ثابت من حوالي 15 سنه، هو نفسه ما بيزيدش، ما بيكفيش مرتبات الموظفين، فكان لازم احنا ندور على موارد تانية. انا من حوالي اربع سنوات قدرت اتوفق في دعم حوالي 100,000 دولار، قدرنا نصرف منهم سنتين ثلاثه، ويعني ونغطي كل مشاركاتنا الخارجيه. توجهتوا لمين وقتها بقى؟ هل لكيانات وطنيه، رجال اعمال؟ والله احنا لجأنا للكل داخليا وخارجيا، في ناس يعني محبين للعبه بيدعموا اللعبه، واغلب الكيانات والمؤسسات والشركات الوطنيه المصريه برضو بنلجأ ليها، بنحاول نوفر. لكن البطوله العالم المره دي كانت فرصه تجمع كبير، و67 دوله و1200 مشارك، فده قدرنا من خلال رسوم الاشتراك، من خلال تكاليف الاقامه والكلام ده، ان احنا نوفر اكثر من 5.5 مليون جنيه مصري وفر للاتحاد، هيفودونا ان شاء الله في الفتره الجايه نصرف على النشاط. عظيم. هو ما فيش اليه معينه ممكن نتبعها بحيث يبقى في
يعني شيء ملزم للبنوك الوطنية وللشركات العملاقة الوطنية إن هم يرعوا اتحادات معينة، يرعوا أبطالنا في مختلف الرياضات؟ هي الوزارة قطعت شوط مع البنك الأهلي ومع بنك مصر في الموضوع ده، بس التركيز الحقيقة في الفترة اللي فاتت كان على الألعاب الأولمبية والاعداد لباريس 24. فده لكن لسه الالعاب الفرديه اللي هي غير اولمبيه زي الشطرنج، بس على الاقل خطوه اتخذت يعني في لا يعني ده من المخاطبات. والله بنحاول بانجازاتنا بالنتائج اللي بنعملها، لكن عندنا بطوله افريقيا من شهرين هنا اتعملت في القاهره ولاعيبه مصر خدوا 25 ميداليه وكان تفوق هائل جدا والوزير حضر الختام وكانت بطوله ناجحه جدا ولاعيبه مصر اثبتوا جدارتهم عربيا وافريقيا. عندنا برضو في شهر فبراير اللي جاي عندنا بطوله افريقيا. احنا الحمد لله السنه اللي فاتت من شهر 11-22 لغاية دلوقتي احنا في نهاية شهر 10-23 في سنة واحدة نظمنا 8 بطولات عالمية وقارية وعربية في حدث، يعني قلما ان اي اتحاد يعمل 8 بطولات دولية، منها بطولة عالم، منها بطولة افريقيا، مرتين افريقيا، مرتين عرب، وبطولة بحر متوسط، وكمان في بطوله بحر احمر بنجهز لها. يعني 8 بطولات دوليه في سنه واحده، زخم تنظيمي طبعا. الحمد لله. لا واكيد الزخم ده هيبقى له انعكاسات طيبه على اللعيبه المصريين. اكيد فكرة طبعا الاحتكاك دي فكره بالاحتكاك عبقرية. وتاكيد يعني الرياضه المصريه في التفوق في التنظيم في النتائج في تجمع الاقليمي سواء اتحاد البحر الاحمر او اتحاد البحر المتوسط او على مستوى العالم. كل قارات العالم الخمسه كانوا متواجدين هنا في مصر، وكان فرصه ان هم يشوفوا شرم الشيخ. ناس كثيره انبهروا بشرم الشيخ والتطور السياحي واللي موجود في شرم الشيخ. والحقيقه انا بشكر اللي هو خالد فوضى بصراحه، حضر البطوله معانا وحضر يوم في الاول وحضر ختام البطوله ووزع الجوائز. صراحه اللي هو خالد فوضى كثير انا بوجه له تحيه من قناه الاهلي، كان داعم لينا بشكل كبير جدا ويعني ساعدنا ان البطوله تنجح بشكل كبير. ايه نوع المعوقات اللي بتواجهوها في الاتحاد يا فندم؟ والله المعوقات شويه كانت، هل هي محصوره في الامور الماديه فقط ولا في حاجات تانية لوجستيه مثلا ممكن تبقى معطلاكم عن تنفيذ خطه طموحه للفتره اللي جايه؟ هو كانت الماديه قدرنا نحلها جزئيا بان احنا نوفر رعاه وبان احنا ننظم بطوله زي دي تعمل لنا وفر مالي. يعني بعد النجاح التنظيمي وتغطيه كل التكاليف يبقى عندنا وفر حوالي 5.5-6 مليون جنيه مصري. ده هيساعدنا الفتره الجايه نقدر نغطي بطولاتنا. عندنا بطوله عالم في ايطاليا في يوم 12-11 هنشارك فيها، هنقدر نشارك بالوفر اللي معانا ده، نقدر نسفر اكبر عدد من اللعيبه يشاركوا، فده حاجه مهمه طبعا. كان برضو في بعض الصعوبات الاداريه طبعا. هي وزاره الشباب والرياضه بتعمل تعديلات دلوقتي على قانون الرياضه. في حاجات في لوائح الاتحادات وانتخابات الاتحادات يجب تخلي عناصر اللعبه اللي هم اهل اللعبه هم اللي يترشحوا وهم اللي ينجحوا وهم اللي يديروا اللعبه، ما يدخلش للاسف. اللي حاصل قبل كده كان ايه؟ في بعض الاتحادات ما مش عايز اقول كلها بيتدخل بعض الناس لنتيجه انه علاقات بانديه او تكتلات مع انديه، يعمل تكتل يدخل حتى لو هو ما كانش مؤهل، ان هو ما كانش لاعب شطرنج، ما كانش حكم شطرنج، ما كانش له علاقه باللعبه خالص، وفجاه يدخل ويعمل مشاكل ويبقى فيه. يعني من اللجنه الاولمبيه طلعت قرار باستبعاد 5 أو 6 اعضاء مجلس اداره نتيجه، والنص كده موجود في المستشار القانوني احمد حافظ كده، الاستقواء بالخارج تعاون مع جهات خارجيه ضد الاتحاد المصري. البطوله دي هو في كده، في كده للاسف، والموضوع وصل للوزير ووصل للجنه الاولمبيه وطلع قرار في 31/8 باستبعاد 6 لاول مره، لأول مرة في تاريخ الاتحاد الرياضي لما تأكدت الجهات الأجهزة الرسمية في البلد. الجملة دي غير مسبوقة الحقيقة، مكتوبة كده بلس كده، يعني النص ده قوي جدا. الاستقواء بالخارج ضد مصالح البلد، ده شيء كان صعب جدا، والحمد لله اللجنة الأولمبية والوزارة في الوقت المناسب أخذوا قرار المناسب باستبعاد الناس اللي هي بتستقوي. يعني رئيس اتحاد إقليمي مش عايز أسميه يعني يتعاون ويحاول يفشل الاتحاد المصري إنه يصريف البطولة، ويسعى لدول اخرى انها تاخد البطوله من مصر، وقبل التنظيم يحاول يتواصل مع الاتحاد الدولي، وللاسف يعاونوا بعض اعضاء مجلس الاداره. اهواء ولا لوجود مصالح شخصيه وحاجات زي كده؟ مصالح، وكمان بيديهم امل ان هم ممكن يتولوا الرياده. ما عنديش مشكله ان اي حد يتولى، انا مش قاعد في المنصب طول العمر، يعني انا كده كده بقضي فتره وبقدم كل اللي عندي وبسيب المجال يعني كوادر اخرى انها تدير، بس من داخليا يعني نحل مشاكلنا داخل مصر. في عندنا حاجات، عندنا وزاره الشباب والرياضه، عندنا لجنه اولمبيه نحتوي الموضوع، لكن احنا نستقوي بالخارج ونتعامل مع حد خارج مصر ضد مصالح مصر، ده الحمد لله يعني غير مقبول. عموما نتيجه منطقيه لبرضه لهيمنه فكره الشلاليه، ودي قفه من الافات اللي احنا بنعاني منها في كل المجالات بالمناسبه. صحيح صحيح صحيح، ودي قفه لا بد من القضاء عليها، ولازم المنطق يبقى حاصل ومتحقق ويبقى البقاء للاصلح والاكفأ. ده حقيقي ده حقيقي. علشان انا بستغل الفرصه دي بشكر الوزير الدكتور اشرف صبحي الحقيقه والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه اللي هم خدوا قرار في الوقت المناسب عشان نلحق ننظم البطوله دي. لو الموضوع اتاخر عن كده يوم واحد ما كانش البطوله دي ممكن تتعمل في مصر.
لكن الحمد لله توفقنا. فعشان كده بشكر الوزير اشرف صبحي وبشكر المهندس هشام حطب الحقيقه اللي هم تعاونوا معانا واقروا الحق. يعني لما تاكدوا ان في استقواء بالخارج وفي تعاون مع اطراف خارجيه وان طرف خارجي بيتدخل وبيعني بيحاول يفشل مصر في تنظيم بطوله او صرفتها والمكاسب السياحيه اللي حصلت في شرم الشيخ كل الفئات الفنادق اشتغلت حوالي 5 فنادق اشتغلوا لفتره طويله. كمان عندنا كل الطوائف اللي بتشتغل في مجال السياحه حصل رواج في شرم الشيخ. انا قابلت ناس هناك في الكوادر قالوا لي الفتره دي حصل فيها رواج ما حصلش من فتره بعد مثلا مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر 22 حصل فتره فنيه لما تجمع ده كله هتتكلم عن الجمال هيشيروا صور وفيديو و1200 مشارك من 5 قارات من 67 دوله وكانوا مبسوطين جدا في البطوله وكانت ناجحه بشكل تنظيمي وفني. الحمد لله كان توفقنا ربنا وفقنا فيها. الشطرنج من الالعاب اللي ممكن تلاقي ناس كتير بتلعبها وبتمارسها بشكل غير احترافي لكن هم محترفين. يعني هي ممكن يعني عايز اقول هل عندكم كشافين للشطرنج بيدوروا على المواهب الاستثنائيه في هذه الرياضه؟ نعم احنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا توفقنا فيها انا اول ما توليت رئاسه الاتحاد من حوالي 10 سنين عملت دورات عالميه للمدربين لاعداد مدربين والكوادر والحكام جبت محاضرين من على مستوى مدرب منتخب ارمينيا مدرب منتخب روسيا عملنا دورات تدريب احيانا حوالي 70 مدرب ال 70 مدرب دول بيشتغلوا عندنا في 70 نادي. وعملنا حاجه تانية برضو مش موجوده في العاب تانية يمكن الكوره شويه والحاجات التانية ان عندنا 20 اكاديميه متخصصه في الشطرنج كويسة. سواء داخل انديه كبيره عندي في نادي سموحه عندي في نادي هليوبلس عندي في نادي الصيد عندي في وادي دجله مدينتي الرحاب الاتحاد لا هم تابعين للنادي بس بإشراف الاتحاد معتمدين من الاتحاد والاتحاد الدولي كمان الاتحاد المصري والاتحاد الدولي. الاكاديميه دي بتفرغ كوادر بشكل غير عادي واللي بيشرف عليها كمان ابطال عالم عندنا احمد عدلي بطل عالم للشباب في مصر عنده اكاديميه الدكتور باسم سمير عنده اكاديميه في وادي دجله وفي كوادر مختلف محافظات عندي في بنها عندي في المنصوره عندي في كل المحافظات في طنطا نشاط هايل جدا والحقيقه بحيي الاستاذ محمد خلاف رئيس منطقه الغربيه عامل نشاط في المدارس والجامعات بشكل غير ممتاز مع الجامعات الخاصه والمدارس الخاصه مع وزاره التربيه والتعليم في عمل اول بطوله جمهوريه للمدارس عمل اول بطوله الجامعات يعني نشاط كويس جدا. ده انا عايز اقول لحضرتك الى جانب المدارس والجامعات والاكاديميات التعليميه المختلفه ده القهاوي ممكن يطلع منها فريق محترم. ده يعني فعلا الشطرنج انتشرت فتره عن طريق القهاوي في قهوه في السيده زينب مشهوره جدا تحولت الى نادي الشطرنج. القهوه كان اسمها مشهور قهوه السيده زينب دلوقتي بقت اي نادي الشطرنج شال كلمه مقهى وحتى نادي الشطرنج من كتر شعبيه اللعبه وكل ابطال مصر كانوا بيتدربوا عليها وبيمارسوا اللعبه يوميا عليها. ومع هذا برضو يا فندم يعني الامر ما يخلاش في اولياء امور او اهالي ممكن يبقى ولادهم وصلوا بقى للمرحله السنيه اللي ايه بيفكروا ان هم يخلوهم يبتدوا يمارسوا فيها الرياضه فبطبيعه الحال الاذهان بتروح للرياضات المتعارف عليها اللي هي الرياضات البدنيه. مش كل الناس ممكن يختاروا لاولادهم رياضه ذهنيه زي الشطرنج فالناس دول تقول لهم ايه؟ انا اولا بشكر حضرتك لانك فتحت موضوع مهم جدا. الشطرنج عندنا بنعتمد بشكل اساسي والطفره اللي حصلت في اخر 3-4 سنين على اولياء الامور. طب. عندنا اولياء امور يعني كتير محترمين كتير فاهمين ان الشطرنج وسيله تعليميه بتنمي قدرات الشخصيه لاولادهم بتساعدهم في التفوق الدراسي طبعا. الشطرنج ثبت القدره على اتخاذ قرارات وتكوين الشخصيه بشكل ايجابي وان يبقى عنده تفكير منطقي ويشوف الايجابيات والسلبيات وتحليل ياخد قرار ويتحمل مسؤوليته مسؤوليه باتخاذ القرار قياده صح. فاولياء الامور عندنا فاهمين النقطه دي عشان كده بيستثمروا في اولادهم وانا باكد بيستثمروا في اولادهم بيصرفوا عليهم بيدربوهم في الاكاديميات وتدريب خاص عشان يطلعوا اولادهم اولا بيكونوهم بشكل كويس يقدروا يفكروا ويقدروا ياخدوا قرار للمستقبل تاني حاجه ان هم يتفوقوا دراسيا تالت حاجه يطلع بطل رياضي هو المنطق ان هم يتفوقوا دراسيا ده حقيقه يعني الحقيقه التلات عناصر بيتحققوا فانا بشكر حقيقه اولياء الامور جدا عندنا مجموعه من اولياء الامور على اعلى مستوى من الفهم والوعي وعارفين ان هم بيستثمروا في اولادهم فده الشطرنج من ضمن اختياراتهم انها بتفيدهم شخصيا بتفيدهم رياضيا كمان بتفيدهم على المستوى الشخصي وتطوير قدراتهم عشان كده بشكر اولياء الامور حقيقه وبوجه لهم تحيه من برنامج حضرتك لانك فتحت موضوع مهم جدا انا في اتحاد الشطرنج بعتمد بشكل اساسي على اولياء الامور عاملين دور كبير جدا بيساعدونا في بعض الاولياء لما يكونش عندنا ميزانيه بيتحملوا هم تكاليف سفر اولادهم خارج مصر اوكي وبيمثلوا الدوله وبيجيبوا نتائج للدوله فدي بيسحقوا الحقيقه التحيه بالاضافه متواجدين مع اولادهم في كل البطولات انا عندي بطوله الجمهوريه بشارك فيها 500 ناشئ كل اولياء الامور موجودين الاب والام موجودين مع اولادهم طول فتره اللعب يقعدوا ينتظروهم يخلصوا ويروحوا معاهم
فده يشجع الولاد كمان ان هم يعملوا نتيجه، يطوروا مستواهم، يبقى في صقل لخبراتهم ونتائجهم في الشطرنج، وده شيء ايجابي جدا. اكيد. انا عايز اهني حضرتك على كل الانجازات اللي اتحققت في الفتره القصيره اللي فاتت دي، وان شاء الله بنتمنى لكم المزيد من النجاحات الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كريم، وشكرا لقناه الاهلي ودايما سباقين. شكرا جزيلا. شكرا كل حضراتكم مره ثانيه. طبعا احنا النهارده وعلى بعد ساعات قليله من الان احنا بانتظار مباراه قويه جدا ان شاء الله، مستنيين اداء قوي من لاعبتنا، مستنيين دعم الجمهور في الاستاد، لان اكيد التفاصيل دي هتفرق معانا كتير جدا. مباراه في منتهى الاهميه امام سان داونز، هدفنا فيها هو التاهل لنهائي الدوري الافريقي. عندنا كلام كتير هنتكلمه في هذا الاطار مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي. صباح الفل يا فندم. صباح الفل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله رب. طيب بشكل عام وبعد كده ندخل بقى مع بعض في التفاصيل، شايف ان شاء الله الى اي درجه نحن قادرين على العودة في ماتش النهاردة والفوز بيها وبالتالي تأهل للنهائي؟ خلينا نتفق يا استاذ كريم ان المباراة صعبة جدا طبعا، حتة التوقع ان انت تتكلم في جزئية ان احنا مثلا تكسب، وطبعا النادي الاهلي ممثل الكرة المصرية بالتأكيد لازم كل الناس بتفكر وعندها امل كبير في النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي تكون على مستوى الحدث النهاردة، وكعادة النادي الاهلي في المباراة الصعبة ان بيكون ليه مردود ايجابي وان يقدر يتخطى الموقف الصعب جدا. لكن وكلامنا ده مش مبررات عشان بس الناس تبقى فاهمه، لازم انت تفهم ان انت بتلعب فريق قوي جدا جدا، واحنا ما بنعملش بالونه. صن داونز نتائجه في اخر اربع سنين هي اللي بتتحدث عنه، معاه فرقه كويسه جدا، معاه مدرب كويس جدا، حتى لو اختلفنا مع بعض تصريحاته الاهلي امبارح، لكن انا وجهه نظري ان التصريحات المدربين دلوقتي بقت جزء من الشق النفسي في كل دوريات العالم. حرب نفسية. وهم عندهم الحته دي يعني عاليه من زمان. لا وكمان هم بيلعبوها على حسب انواع المدربين، هتلاقي مثلا موسيمان كان اللي جه معاه كمان كان بيشتغل نظام تنويم. ممكن ده مثلا بيشتغل بشكل تاني خالص اللي هو يوجه لك بقى انتقادات وياخدك في جانب تاني طبعا. عشان يستفزك. فدي جزء من الحرب النفسيه، مدرب عالي جدا، مدرب عالي جدا، وعندهم امكانيات فنيه وماديه وبشريه كويسه جدا. لكن احنا ثقتنا في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون على مستوى الحدث، برغم ان بعض الناس ما كانتش راضيه عن الاداء في مباراه الذهاب، لكن برضو في جميع الاحوال هي مباراه ذهاب واياب. ان شاء الله النهارده الجماهير يكون لها دور مهم جدا جدا في يعني زي ما تقول تولد الطاقه والحماس، وان انت ما تيأس، وان انت كروح النادي الاهلي لحد اخر ثانيه بتلعب كوره، ممكن الفوز يتاخر شويه، لكن تملي احنا كسبنا بطوله الكونفدراليه في الدقيقه 96 بهدف عماد متعب، فمش عايزين نتاخر، نفضل الدعم لحد اخر ثانيه لحد الحكم ما يطلع صفارته، حتى لو كان في ظروف ما كانتش مناسبه، لكن لازم ندعم، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيعدي، واملنا كبير جدا في الجهاز الفني وفريق الكوره من النادي الاهلي ان هم يعدوا، وان شاء الله يكسبوا، ما نروحش ب 2-0 باذن الله نكسب اكتر من كده. على ذكر مش عايزين نتاخر، يعني زميلنا العزيز الدمبي من قسم الصوت هنا كان مأمني قبل ما ابتدي مع حضرتك الحوار ده، قال لي والنبي اتكلم مع الاستاذ عبد الحكيم في تفصيله، هو ليه كولر بيغير ابتداء من الدقيقه 70؟ ليه مش قبل كده؟ مع ان في بعض الاحيان وفي بعض المباريات بتبقى في ملابسات معينه بتزق اجزاء ان انت تغير. بص هي دي فلسفه مدربين، يعني ممكن تكون هي فيها سلبيه لان المباريات مش كلها سيستم واحد ولا سيمتريه واحده ماشيه معاك، بمعنى انت لما بتلاعب مثلا، انا ما اقصدش مثلا لما بتلاعب مثلا في كاس مصر في دور ال 32 بتلاعب في الطبيعي بيبقى نادي درجه ثانيه، ما هواش نفس السيستم لما تروح لليفل مثلا زي ريال مدريد، زي زي البايرن، زي سان داونز افريقيا. طب. ده ليفل تاني مختلف، المفروض انت اللي بتطبقها ما يتطبقش، لكن هي فلسفه مدربين. كولر من نوعيه المدربين الذي لا يقوم باي تغيير قبل الدقيقه 60، يعني في الدقيقه 59 تبتدي اللعيبه تقوم تسخن، هو دي فلسفه عنده. في مثلا مدربين زي اوسوري تلاقيه بين الشوطين منزل لك اربع لاعبين تغيير واحد بين الشوطين، فيها فلسفه مدربين. لكن كولر احنا هنتكلم ارقام، كولر نجح مع الاهلي، نجح مع الاهلي، مقدم اداء كويس جدا، مقدم اداء كويس جدا. ناس كتيره بتشوف ان المنحنى بتاع الاداء متراجع السنه دي شويه، بس قبل ما حضرتك تحكم وتقول الكلمه دي، تملي لغه الارقام يا استاذ كريم هي الفيصل في اي حاجه. طيب. هات لي نادي في كل قاره افريقيا لعب في اقل من 35 يوم في اربع بطولات مختلفه سواء محليه او قاريه. انت لعبت النقطه دي احنا ملناش فيها منافس الحقيقه. انت لعبت من نص تسعه. طيب. لعبت سوبر افريقي، لعبت دوري مصري، لعبت كاس مصر طبعا، لعبت كاس القديم كمان. لا ما هو الكاس، ما هو في كاسين مفتوحين على بعض يا فندم. ده انا ناسي حاجه، انت كده خمس بطولات مش اربعه. ايوه شفت بقى، انت لعبت دوري وسوبر افريقي واثنين كاس. لا كاس مصر خليك في القديم بس، كمان ما تحسبش الجديد، ودوري ابطال افريقيا ولعبت الدوري الافريقي. خمس بطولات في كام؟
في 35 او 40 حسبت كاس العالم للانديه كمان ده لسه رايح له. انا بتكلم على اللي احنا لعبناه اللي احنا لعبناه في 35 أي. فلازم وانت بتتكلم وانت بتقول ظروف النادي الاهلي تعرف ان الاهلي لعب وحتى في الدوري انت لعبت مع الانديه القويه جدا المصري والاسماعيلي يعني ما لعبتش مع انديه صغيره. فالحكم تملي بلغه الارقام ان الدنيا ماشيه كويس. المنحنى ممكن يكون كالاداء مش عاجب زي الليفل اللي كان عندنا السنه اللي عدت بس احنا بدايه موسم. اصل هو المنحنى لو طول سيكا بيزعل ناس كتير طبعا. يعني في ناس ابتدى يعني اعتبرت ان المنحنى ابتدى او كانت بدايته مع ماتشين سيمبا بالمناسبه قبل سان داونز. مع ماتشين سيمبا لازم يا استاذ كريم زي ما الناس بتنتقد لازم يبقى يعني ما هو ده جزء من دور من دور الاعلام مش اعلام قناه النادي قناه الاهلي مش محتاجه يعني قناه الاهلي هي بتعمل الدور ده لكن الاعلام كله لازم زي ما انت بتتكلم على انديه معينه لازم تتكلم بمنطقيه وتقدم وجبه كامله للجمهور. ما هو الجمهور ده بيصنع ثقافته منين؟ بيصنع رد فعله اللي على السوشيال ميديا وفي الماتشات منين؟ من حضرتك ومن غيرك ومن غيرك اللي هم المفروض بيقدم زي ما حضرتك بتقول له ان النهارده الاداء قدام سيمبا لم يكن مقنعا ان كولر لم يغير. لازم تقول له حضرتك ان انت الاهلي لعب خمس بطولات لعب في خمس بطولات مختلفه في اقل من 35 يوم. في مين نادي في الدوري المصري او حتى على مستوى قاره افريقيا لعب الكلام ده؟ مش هتلاقيه في النادي الاهلي. وبرغم كده هو ده قدر النادي الاهلي. لو احنا اللي قلنا الكلام ده بنفسنا بيقول لك طبيعي ان انت تقولوا الكلام ده ما انتوا من منسوبي النادي الاهلي. لكن لما يكون على لسان الضيوف المتخصصين زي حضرتك فبيتكلم يعني بيؤتي ثماره في الحاله دي. ما انا اقول لحضرتك ايه؟ انت المفروض حضرتك وانت مش حضرتك اي اعلام في مصر انت اللي بتشكل هو اللي بيتكلم الجمهور ده. طبعا الجمهور ده حاليا فاهم كوره بس فاهم كوره اللي بيشوفه قدامه. لكن هو لما تيجي تبص له انت دورك كمتخصص اعلام لازم تشرح تقدم للراجل وجبه كامله. ما تقولوش النهارده الاهلي هيلاعب سان داونز وبس كده. الشغل ده انحرف شويه من ساعه لما بقت الترندات هي اللي مسيطره على العقول وفكره الرغبه العارمه في وجود كم كبير من المشاهدات ايا كان من خلال ايه باضافه بعض التوابل في بعض الاحيان باختلاق مشاكل في بعض الاحيان. لكن بيبقى الغرض الرئيسي عند ناس كتير هو فكره نسبه المشاهده العاليه. طب وعلى المنطق يقول لك مثلا انا مش عايزين نجرب لجزئيه كده بس يقول لك مثلا احمد عبد القادر انا بديك امثله مثلا الناس بتتكلم يقول لك احنا بقى لنا 20 يوم في ان امام عاشور كولر ما خلاص كولر حطه في نفس سكه ايمن اشرف ومش هيكمل. طب يا عم ده في لاعب ضرب لاعب في تمرين وتعاقب ب 100,000 جنيه ومخالفين لوائح الاتحاد الدولي لكره القدم التي تمنع ان لاعب في درجه محترفه يتمرن منفردا او مع الناشئين وبيتمرن مع الناشئين دلوقتي ومحدش جاب سيرته وانت مركز. طب امام عاشور موجود في القائمه حضرتك موقفك ايه دلوقتي؟ طلعت اعتذرت امبارح لا او في اي وسيله اعلاميه اللي طلع قال طلع اعتذر؟ لا طبعا. وخد بال حضرتك حضرتك لو عندك اسره في البيت فيها اربع اشخاص هتلاقي في اختلاف. النهارده تختلف مع ابنك طبيعي تختلف مع بنتك طبيعي ده كل شيء تختلف مع الزوجه مع اي حاجه. انت متخيل في 35 لاعب كل يوم بيتقابلوا في التتش ست ساعات في اوضه لبس واحده وهو جهاز فني وغرف ولاعبين ومدير فني وجهاز فني هو الخلاف يعني بين 60 واحد موجودين بشكل يومي مش هيحصل خلاف؟ منطقي انه يحصل. طب حصل على افتراض رغم ده ما حصلش يعني هنا في ترتيب زي ما بنقولها في شغلتنا مسمى وظيفي او تدرج مهني. التدرج المهني ده مدير فني وده لاعب وعمر النادي حتى لو كان امام عاشور نفسه ما هينصر اللاعب على المدرب ايا كان ده ما بيحصلش فيه الكلام ده. فكنت اتمنى ان امبارح الناس بدل ما طلعت تتكلم انا امبارح على فكره عشان عارف رجعت قعدت اتابع بالليل كنت اتمنى الناس بدل ما طلعت تتكلم امام عاشور موجود في القائمه تتكلموا يا جماعه ان بكره فرقه النادي الاهلي هيبقى تاهل تاريخي لنهائي دوري ريمونتادا بقى ريمونتادا بقى ان شاء الله. لا وغير ريمونتادا دي بطوله بتقام لاول مره بطوله النخبه افضل 8 واحنا كبار القاره. طب انت كنت لما تتاهل للنهائي ده يضاف لمصر ما يضافش مثلا النادي الاهلي طبعا يضاف اكيد لكن انت ده اول نادي في مصر يتاهل لنهائي النسخه دي لان دي اول نسخه تقام. كنت المفروض تشتغل امبارح تطلع تتكلم على دعم الفريق ونلعب ازاي ونصايح الكلام اللي احنا اتربينا عليه واحنا صغيرين ايام يعني الناس اللي هم اللي بداوا البرامج في القناه الثانيه الحاجات اللي هي كانت اللي كانت يا سلام على ده زمن كان لا يصح فيه الا الصحيح ولا فيه ترندات ولا سوشيال ميديا ولا فبراكه ولا مزيكا ولا اي حاجه. هو في اكتر من رمز زملكاوي اكتر من حمد امام يا سلام الله يرحمه يا سلام رحمه الله عليه يعني شوف ده رمز ما حدش يقدر ينكر ده عيله امام دي يعني امال ايه طبعا حمد امام كان بيطلع يكلمك ليله ماتش مثلا كان برنامج كده مش متذكر كان بيعمل اهداف كده كان يطلع يكلمك لعيبه الاهلي لازم تعمل كذا وهذا كان زملكاوي لكن انت كنت تسمع منك كنت عايز مستني الناس تتكلم في كده امبارح. خلينا نرجع تاني الماتش النهارده ونقف عند تفصيله الغيابات لان سان داونز عنده بعض الغيابات اللي بنتمنى ان هي تكون مؤثره بطبيعه الحال نتيجه الاصابه طبعا واكيد بنتمنى لهم الشفاء العاجل. وفي المقابل احنا منتظر ان احنا نشوف النهارده بعض الغيابات اللي كانت موجوده عندنا في الماتش اللي فات لا سيما امام عاشور حسين الشحات كهربا الى اخره. فشايف بموجب التفصيله دي ايه اللي ممكن يستجد في لقاء العوده النهارده؟
خلينا متفقين على شيء ان الفرقه الكبيره لا تتاثر بحجم الغيابات حتى لو كانت 2 او 3 او 4. يعني مثلا سان داونز الغيابات اللي عنده 2 او 3 دول مش موجودين، لكن هو عنده بدائل كتيره جدا، مش زي ما الناس متخيله، بدائل انه بيأدي بشكل كويس جدا. النادي الاهلي الغيابات اللي عنده غيابات قد تكون مؤثره. يعني انا وجهه نظر عمرو السوليه، حتى لو انت عندك 3 4 5 في نص الملعب، لكن عمرو السوليه نكهه كده تحسه مختلفه شويه. كان لو كان موجود كان هيفرق معاك جامد جدا. لو اكرم توفيق فورمته لانه راجع من صليبي كان موجود كان بقى مؤثر جدا. امام عاشور انا شايف ان هو غاب ماتش او اتنين، يعني ما غابش كتير، بس النهارده وجوده مهم جدا 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 بالنسبه لك. محمود كهربا كسترايكر وجوده مهم جدا جدا بالنسبه لك. لكن الاهم من ان انت موجود ان الالتزام بخطه المدير الفني، وانك تلعب عشان الجماهير اللي قاعده في المدرج اللي سايبه كل شغلها وسايبه كل حاجه وجايه لك النهارده في الملعب مبكره من الساعه 3 و4 العصر. هتتحرك على الاستاد 50,000 طبعا، وبنشكر مجلس اداره النادي ووزاره الداخليه ان هم سمحوا بالساعه الكامله. صحيح. ودي يعني 50% او 60% من درجه تفوق النادي هيكون الجمهور. لكن الغيابات مش هتكون مؤثره زي ما حد متخيل. يعني صن داونز فرقه عندها حاجات كتيره جدا وعندها عناصر كتيره جدا في كل الخطوط بالمناسبه. يعني صن داونز مدعم بصفقات السنه دي اكتر من لاعب، منهم اللاعب المغربي اللي كان وراء ضربه اسمه ضربه الجزاء اللي هي كانت المفروض تتحسب لبيرسي تاو، فجاب صفقات كتيره جدا. فمش هيفرق معاه اثنين او ثلاثه، حتى اللاعب اللي موقوف هو افضل لاعب عندهم، لكن عنده بدائل. اهم حاجه النهارده التركيز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وان انت ما تتاثرش بتاخير التقدم كلاعيبه. باش عندك تسرع، لازم عندك ثقه، لازم تشتغل على روح النادي الاهلي ان انت يبقى تملي. يعني ابو تريكه كسب النادي الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا في الدقيقه 92، خدنا كونفدراليه عماد متعب في الدقيقه 96. انا مش معنى كلامي ان انا بقول للاعيبه النادي الاهلي ان احنا نستنى، لا بديل. بس احنا بنتكلم، ده دورك اللي انت المفروض تطلع تقوله، ان الجماهير يبقى عندها الصبر على الفرقه. انت بتلاعب فريق زي صن داونز، ما بتلعبش فريق كومس فحت مثلا، الامور فوارق كبيره. ده صن داونز، صن داونز ده واحد من اقوى انديه القاره دلوقتي. صحيح صحيح. الان من ايه في ماتش النهارده؟ الان من الحكم، من التحكيم. وعندي مفيش مفر ان احنا مفيش يوم يعدي علينا او حلقه تعدي علينا من البرنامج ده غير لما بنضطر نفرمل ونقف عند بند التحكيم. لا اصل انا عندي يعني ملاحظه غريبه جدا على البطوله. خير. الاتحاد الافريقي لكره القدم لم يعين حكم واحد من حكام النخبه، رغم ان دي بطوله النخبه. طبعا مفروض، يعني المفروض التحكيم يكون بنفس قدر يعني وقوه البطوله نفسها، الكريمه بتاعت القاره. والثمان انديه اسمها بطوله السوبر ليج. أيوة. بطوله النخبه. فانت المفروض تجيب حكام نخبه الحكام. طبعا. انت لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها، على فكره مش حكام مباراه الاهلي بس، يعني باستثناء امين عمر اللي حكم مباراه الوداد والترجي الاخيره اللي هو الطاقم التحكيم المصري، حكمنا المصري هو كان بيحكم مباراه الذهاب اللي اتلعبت في المغرب، وكان طاقم تحكيم كامل. في اشادات كبيره جدا على فكره بالاستاذ امين عمر، رغم ان هم قبل الماتش كانوا عاملين حمله عليه بيشككوا فيه، بيقول لك ان هو كان ليه وقع سابقه وبتاع. كان على فكره في الفار كان محمود البنا معاه ومحمود عاشور، يعني كان طاقم تحكيم مصري بالكامل. ده يمكن الطاقم التحكيم الوحيد في البطوله اللي كل مباراه البطوله لحد دلوقتي اللي هو يسمى طاقم تحكيم نقطه. طبعا. لكن انا مش مباراه الاهلي بس، كل المباريات هتبص على الحكام. ده سوء تنظيم ولا سوء نيه؟ اقول لك انا وجهه نظري، الكاف بيتعمد عرقله البطوله عشان اشراف البطوله نفسها مش معاه. الاتحاد الدولي هو الشريك او الاساسي في البطوله اللي بيطبق البطوله دي، جاب شركه ايطاليه مديها حق الاشراف واداره البطوله. الكاف عنده حاجتين بس في البطوله دي اللي هو تبعه. ايوه. الحكام وكشف المنشطات. طب والبطولات اللي بيكون اشرافها معاه بيهندلها ازاي الكاف؟ لا كنت بتشوف الماتشات المهمه لما توصل للادوار الحاسمه، يعني دوري الابطال افريقيا، كنت لما بتوصل للمراحل الاخيره الفاصله اللي هي فيها بقى كلام، كنت بتشوف حكام النخبه ممكن اكيد بيغلطوا. مفيش، بص التحكيم مفيش حاجه اسمها في انك ما تغلطش، بيغلط. لكن في الادوار النهائيه كنت بتشوف الكاف بيجيب حكام نخبه. لكن انت دلوقتي وصلت السيمي فاينل وبين مين؟ بالاهلي وصن داونز والترجي والوداد. طبعا. وبتجيب حكام، يعني الحكم السنغالي ده دون المستوى. اول مره انا ما اقدرش احكم عليه دون المستوى، بس اول مره اسمع اسمه. ما احنا بنحكم عليه انه دون المستوى من المستوى اللي شفناه عليه. على كل الاحوال هستاذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا بكل حضراتكم من جديد. لسه دردشتنا ما زالت مستمره وقائمه مع ضيفي اللي منورني النهارده الاستاذ عبد الحكيم ابو علم الناقد الرياضي، واللي كنا بنتكلم معاه قبل ما نطلع اخر فاصل عن المشكله الازليه اللي بنتكلم عنها كتير في الفتره الاخيره غصب عننا اكيد مش باختيارنا،
فكرة التحكيم. وعايز أرجع وأسأل حضرتك على بمناسبة التحكيم وملف التحكيم، إيه رأيك في الخطاب اللي وجهه بالأمس النادي الأهلي للكاف بيطالب من خلاله بتحسين مستوى الأداء التحكيمي إفريقيا؟ وخطاب كعادة النادي الأهلي، هتعمل إيه؟ المسؤولية اللي بتبقى عليك أنت دلوقتي بتطلع تتكلم، يعني مدرب صندوز يقول لك أنا المفروض أشتكي، أصل أنا نسبة الاستحواذ كانت كذا بالنسبة لي. طيب ما هو القصة مش نسبة استحواذ، هي الأخطاء. الأهلي كان ليه ضربة جزاء، وبعد كده الأهلي لما اتكلم على ثلاث مباريات أو على كل المنافسات اللي لعبها، سواء سوبر أفريقي أو ماتش سيمبا أو الماتش ده. هو النادي الأهلي كمان الخطاب بتاعه أشار إلى إن الاعتماد على حكام النخبة، لأن دي بطولة النخبة، دي الجزء اللي اتكلمت فيه حضرتك قبل ما نطلع الفاصل. النادي الأهلي مش بيتكلم على أخطاء التحكيم، هي أخطاء التحكيم جزء من اللعبة، لكن أنت لما دخلت تقنية الفيديو عشان تحسن دور الموضوع، وكمان جزئيه ان انت جايب حكمه موجوده على تقنيه الفيديو في ثلاث مباريات الاهلي من خمسه، طب ثلاث مباريات من خمسه، فدي كارثه. وتيجي لما تتكلم ترد وديا على النادي الاهلي تقول لهم اصل التقسيم الجغرافي بتاعي يمنع ان انا اجيب لك حكام من شمال افريقيا ليك، على اساس ايه؟ يعني على اساس ان مثلا الحكم شمال افريقيا مثلا لو جاء الحكم من المغرب على تقنيه الفيديو او حكم من الجزائر على تقنيه الفيديو هيجاملني مثلا؟ طب ما كان في طاقم تحكيم مصري بالكامل لمباراه الترجي والوداد، طب ما انت كنت جايب اهو. اذا حضرتك حتى ردك الودي ما كانش منطقي. بس انا قبل ما اكمل الموضوع على التحكيم، الكاف لسه اعلن من دقائق حاجه، ترشيحات جوائز الافضل لعام 2023. النادي الاهلي موجود، ودي حاجه من تبين لك قد ايه قوه النعمه للنادي الاهلي في الرياضه المصريه. النادي الاهلي موجود في ثلاث، بينافس على ثلاث جوائز. جائزه احسن مدرب مرشح ليها مارسيل كولر، احسن مدرب في القاره 2023. جائزه افضل نادي، النادي الاهلي ابرز، ويمكن انا اقدر اجزم لك النادي الاهلي هياخد اللقب ده لان هو حائز على دوري الابطال، مرشح لجائزه افضل نادي في 2023. كمان محمد الشناوي بينافس ياسين بونو المغربي وادوارد ميندي السنغالي على جائزه احسن حارس مرمى في قاره افريقيا. دول ثلاث جوائز النادي الاهلي بينافس سواء باللاعب او المدرب او كنادي. لسه الجوائز معلنه، الترشيحات، الحفل هيكون في المغرب ان شاء الله. فالحكام انا اتمنى النهارده ان احنا يعني يخلفوا الظنون، يعني اتمنى ان يعني انت وفر لي عداله تحكيميه، ونخسر نكسب كوره مش مشكله خالص على فكره. يعني بالنسبه لي انا مش ازمه، انا كان بالنسبه لي اخسر كوره اعرف احاسب لعيبتي، اعرف احاسب المدرب بتاعي، لكن اخسر كوره مطلقه، لكن تحط لي تحكيم زي مثلا ضربه جزاء تقول لي طب ضربه الجزاء كذا، طب انا ضربه الجزاء كانت خليها تعادل، ضربه الجزاء لو انا اتعادلت كنت هرجع للمباراه، كنت انا هنا بقى محتاجه تعادل. لا، ما هو الاخطاء التحكيميه دي الحقيقه خسرتنا بطولات كمان قبل كده، مش مجرد مباريات بعينها، ده في بطولات خسرناها. لا، مشكلة كبرى في وجود تقنيه الفيديو يا استاذ كريم. يعني انا كنت هتقبل مثلا تيجي تقول لي زمان ان مثلا خطا تحكيم، هقول لك وارد، ما هو الحكم ده بياخد قرار زي ما الكابتن لطيف الله يرحمه كان بيقولك في كسر من السنه، انت بتقعد تتفرج على الفار دلوقتي ايه لازمته بقى؟ اه، ده تقنيه الفيديو والفار، انت حضرتك المفروض الحكم اللي موجود ده بيتابع يشوف الكره مره واثنين وثلاثه، طبعا، ومن كل الزوايا، ومن كل الزوايا، بالستو موشن. حضرتك وقف البتاع دي وعيد ضربه جزاء بالستو دي، مش مفيش حكم. هو بالمناسبه ليه ساعات بيبقى في حكام بيرفضوا ان هم يعودوا يعني او يرجعوا للفار؟ بيبقوا متعسفين في قرارهم، علما بان هم لو رجعوا للفار، لو وقفوا قدام الفار وهو مغمض عينيه هيشوف ان قراره كان خاطئ. جزء من نجاح كولر ذكائه. كولر طلع في المؤتمر الصحفي بعد مباراه سان داونز قال لك انا اعتقد ان هناك مشكله في التواصل ما بين غرفه الفار والحكم. هو اكيد مليون في الميه اللي في الفار عارفين ان هي ضربه جزاء، بس واضح ان تقنيه التواصل بينهم مش تمام، او الاثنين مش طايقين بعض. طب مش طايقين بعض، ده يخلي احساس الشك يتسلل للقلوب. طبعا فكره ان في بقى مش مجرد اخطاء تحكيميه وعادي الخطا البشري وارد الى كده، لا، تكرار والاستدامه اللي في الاخطاء التحكيميه اللي بيدفع ثمنها غاليا النادي الاهلي، تؤكد بما لا يدع اي مجال للشك ان هناك تربص بالنادي الاهلي ولا ايه؟ بص، هي عشان نبقى متفقين في البطوله، النخبه دي بطوله الدوري الافريقي، لا ما فيهاش يعني، انا بكلمك في المطلق. في المطلق، وعلى فكره اخر كام سنه، لا في المطلق مش الفتره الاخيره، اخر كام سنه لازم يا استاذ كريم تاخد بالك من حاجه. أكيد في ناس، وده هياش نحطها في حتة المؤامرة، ده طبيعي، النفس البشرية، ونفس البشرية مش مرتبطة حاجة. النادي الأهلي مهيمن على كل شيء، طب ما طبيعي أنت ما تزيح النادي الأهلي ده شوية، ممكن يكون توجه، مش توجه مثلا، ممكن فكر أشخاص جوه يعني الحاجة، يعني الفارج. ثقافة اللي ما تلحقش تحصله تكسره، كسره حصل حتى هو على الصعيد. لما أنت مثلا كنت تخسر من الوداد في مباراة، يعني تحدد المباراة تقام فين قبل السيمي فاينل، هو فين حضرتك الشفافيه؟ يقول لك اصل دوري ابطال اوروبا بتعمل كده، دوري ابطال اوروبا
الارض اللي هتستضيف الفاينل مع بتتعمل وبتتحدد من قبل انطلاق البطوله اصلا. طبعا. انت حضرتك جيت للحد بعد 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 دور الثمانية وقلت لي المباراه تلعب في المغرب بعد ما تاكد ان خلاص الوداد طرف للنهائي. طبعا. لان احنا بحكم كلنا بتوع كوره حتى لو ما لعبناهاش بس بتوع كوره، لو جبت مشجع دلوقتي قلت له الوداد بيلعب مثلا فريق مع يعني مثلا هيلاندرز مش مع احترامنا لكلهم أكيد. بس امكانيات ده وتاريخ ده وثقافه ده ودايما انه بيلعب على المسافات البعيده في الفاينل وهيلاندرز اللي مع كامل احترامنا ليه هيقول لك اوتوماتيك الوداد، لو قلت الاهلي وهيلاندرز هيقول لك الاهلي طبعا. فلما انت كنت ككاف ابتديت تعرف او تظن او تشوف ان البطوله الوداد رايح الفاينل وتروح مديله النهائي، طب هي البطوله دي مش موجهه، هي البطوله دي ما تحسسكش ان انت كذا. في ماتش الترجي اللي انا كنت فيه اللي هو نهائي 2018 الماتش ده كل الامور واضحه، انت الفار قبل ما يبدا الماتش بدقايق اتوقف، هل ده كان صدفه؟ هو اتقال لك صدفه، هو اتقال لك صدفه، كان اتقال لك اصل جابوا الاثنين وقال لك اصل تقنيه الفيديو مش هتشتغل، اشمعنى؟ طب ما اشتغلت في مصر في ماتش الذهاب، ليه مش هتشتغل في ماتش الاياب؟ عجيبه فعلا. ما انا بقول لك في حاجات كده بتخليك تقف، لكن البطوله دي تحديدا انا واثق زي ما بقول لحضرتك الكاف لا يريد نجاحها، بيصدر لك مشاكل. هو الحقيقه يعني الكاف ده عايز له حلقه من بابها لان تفاصيل الملف ده كتيره جدا، واحنا وقتنا بيوشك على الانتهاء. يا دوب الحق اشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. شرف ليا وشكرا جزيلا، نورتني وان شاء الله يبقى لنا لقاء قريب باذن الله. ان شاء الله اتمنى ان احنا وقتها نتكلم فيها في تفاصيل نجاح النادي الاهلي في عبور المرحله اللي احنا فيها دي والوصول للنهائي والفوز بالبطوله كمان. ان شاء الله نورت الدنيا كلها. بشكرك شكرا جزيلا، واكيد بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعه. يا رب ان شاء الله كل الخير، بنتمنى كل النجاح والتوفيق للاعبتنا النهارده، وان شاء الله نسعد كلنا مع نهايه لقاء اليوم بين الاهلي وسان داونز، نسعد كاهلاويه وكمصريين باللي هيحققه النادي الاهلي ان شاء الله. اشوفكم على خير الاسبوع الجاي، صباح الفل.